صباح الفل على كل مستمعين قصر في بيت في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم احلى مستمعين في الدنيا كلها، عاملين والاخبار بكل يكون بخير يا رب. ومعانا النهارده مع قصه جديده، يا رب القصه النهارده تعجبكم. مستني اراكم كلها في الكومنتات. لو حابب تتابع صفحه رعب في البيت على فيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو، هتلاقي صفحه انستجرام برضو اللينك بتاعها تحت الفيديو، لو عايز تنضم للجروب بتاعنا على فيسبوك هتلاقي برضو لينك الجروب تحت الفيديو مباشره. لو عايز تتابع القناة التانية بتاعتنا، القناة التانية ديت فيها محتوى ترفيهي مختلف كوميدي بعيدا عن أي حاجة موجودة في القناة دي. المحتوى اللي هناك متنوع، في ألعاب، في فيديوهات جانبية، في كل حاجة ممكن تتخيلها. هتلاقي لينك القناة التانية برضو تحت الفيديو، انزل هتلاقي كل الحاجات دي قدامك. ولو حابب تتواصل معايا أو تبعت لي محتوى، سواء قصة سواء ملف صغير يتحط في فقرة بعد نص الليل، انزل برضو هتلاقي لينك الأكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك، تقدر تدخل تتفاعل معايا أو تتواصل معايا منه. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت جديد اعمل سبسكرايب لو القصة عجبتك. فيلا بينا نسمع قصة النهاردة ويا رب تعجبكم. مستني اراكم في الكومنتات زي كل مرة. سجن الحفرة، عفريت البير، النبتة الشيطانية. أنا عايز أعرف حكايتك إيه؟ أنت قاتل ولا سفاح ولا بتدافع عن الغلابة وبتجيب حقهم ولا مريض ولا أنت حكايتك إيه بالظبط؟ أنا شخص عظمه مهشم يا باشا وقرر ينتقم. أبدأ كلامي من الممر، ممر تحت الأرض أو زي ما بيسموها الحفرة، واحد من أخطر السجون في مصر. لابس طقم ملابس أصفر، الزنزانة اللي عليها صورتي واسمي اتفتحت. مساجين كانوا بيبصولي بصات غريبة، نظراتهم كلها خوف. باختصار أنا وسط أخطر المجرمين في مصر وبره مصر. أنا عارف دلوقتي إن كل اللي بيسمعني بيقول من جواه إني بحاول أبرأ نفسي وإني موجود في المكان الغلط. أحب أقولك لأ، أنا موجود في المكان الصح، لأن وجودي برا المكان ده وعلى وشي قناع المضاد الغاز هيكون خطر عليك وعلى أي شخص يفكر إنه يضايقني. أنا عارف إن تفكيرك زاد وبدأت تفتح أبواب كتيرة عشان تفهم ملخص القصة من غير ما أحكيها علشان متحسش بملل، لكن معلش استحمل. استحمل شخص على وشك دخول غرفة الإعدام. القصة اللي هحكيها من كذا ناحية ومن شخص للتاني هي نتيجة جمع معلومات وتحقيقات وبعض من إفشاء الأسرار. 2015، في يوم شديد الحرارة، في منطقة عشوائية وإحدى أخطر المناطق في الجمهورية كلها، البير أو مربع البير، منطقة مشهورة ببيع المخدرات والسلاح وكل ما هو ممنوع. في إحدى البيوت شخص واقف بيقص ورق الزرع وسرحان، وبيفكر في وقت سرحانه غصب عنه قص جزء من صباعه اتعور ودمه نزل على الزرع. حسن يا عرابي، بابتسامة قبلها حسن، إيه عادل؟ قال له أنت نازل؟ قال له آه يا عادل نازل. قال له طب إيه؟ حسن قرب من عادل وحضنه وطلع 50 جنيه واداها له، قال له عارف مش بتنادي عليا الا لما تكون عاوز فلوس. عادل قال ما انا لو مش هطلب من اخويا هطلب من مين؟ انا 21 سنه وانت 28، يعني انت اكبر يا حسن، وانا اوعدك لما اخلص دراستي هساعدك واشتغل. حسن قال لا مش هتشتغل دلوقتي، تركز في دراستك الاول. عادل قال له حاضر يا حسن.
نزل حسن من البيت وهو نازل على السلم، وقف عند الدور الأول وبص على باب شقة جده إسماعيل، دق النظر وهز دماغه وقال ما ده هيقعد كالعادة. مشى حسن في الشارع، وصل لدكانه اللي كان دكان خضار وفاكهة، كان شغال فيه وغير هدومه وبدأ كالمعتاد يشتغل. في الوقت اللي كان بيشتغل فيه حسن عادل بدأ يتحرك ناحية بيت عيلة، بيت عيلة الكفروائية. دخل بيتهم اللي مليان حراسة، ناس يعتبر 90% منهم مسجلين وعليهم قواضي. البيت كان كله على مساحة كبيرة، الأسطح مليانة ناس بتراقب المكان. وصل عادل للبيت، وقبل ما عادل يدخل واحد حط ايده على كتف عادل وقال له استنى معلم مش فاضي. عادل قال له مش فاضي، بس انا جاي اسلم ايراد الطلعة. الراجل رد عليه قال له اه كده المعلم فاضي. راشد بلغ المعلم ان في صبي عايز يسلم ايراد، وبعد 3 دقايق خرج الراجل اللي اسمه راشد وقال تعالى المعلم جميل الكفراوي عايزك. عادل دخل البيت اللي كانت جميع مقتنياته فاخرة ومن الدرجة الاولى، وكأنهم قوم عايشين ما بين جنة ونار. يفصلهم عن النار باب، والنار هي منطقة البير. قرب عادل من المعلم جميل اللي كان قاعد على كنبة وجنبه بنته زينب او المعلمة زينب، وقدامه شيشة وباصص في التلفزيون. عادل قال انا جبت ايراد يا معلم. جميل وهو ثابت على حاله وباصص على التلفزيون قال الساعة في ايدك كام روح امك؟ اه نسيت انك مش لاقي تاكل، حتى بنطلونك مقطوع من ورا، ولا دي موضة كمان؟ انتم جيلي عر. زينب فضلت تضحك باستهزاء، وبصوت عالي جميل قال بص على الساعة على الحيطة ياض. عادل بص على الساعة وقال الساعة 5 يا معلم. قال له والمفروض تسلم الإيراد الساعة كام؟ قال له الساعة 3 يا معلم. جميل بص له قال له قرب يا عادل. عادل قرب جميل بكل هدوء قال المرة الجاية لو اتأخرت دقيقة هعتبرك سرقت البضاعة، البودرة اللي انت بتوزعها دي يا ابن لماع الجزم بفلوس. انا هنا عندي قانون وقواعد ماشي عليها، والقانون بتاعنا بيقول اي مسمار بيعطل مكنة الانتاج بنخلعه وبنرميه في الزبالة وبنركب واحد مكانه عشان المكنة تشتغل. ما هو لو في حاجة بتعطل وبتخلي المكنة تتعطل يبقى لازم تتشال عشان المكنة تكمل شغل. وبفكرك تاني، اي تأخير هعتبرك سرقت البضاعة، ولو اعتبرتك سرقتها هتكون خاين لمكان اكل عيشك، وانت عارف انا بعمل ايه في الخاين. عادل قال له عارف. جميل قال له غور من هنا. زينب قالت استنى. قامت زينب من على الكنبة وقربت من عادل وضربته بكل قوتها بالقلم، وقالت القلم ده يفكرك بعد كده عشان لما تفكر تتأخر تفتكر صوابع ايدي وهي بتعلم عليك. عادل كان حاطط ايده على خده والدموع كانت في عينه، مش من الوجع لا، من شدة الإهانة. عادل فضل في حالة من الصدمة لمدة دقيقة، وجميل قال مستني حاجة روح أمك؟ بكل انكسار قال لا يا معلم مش مستني. في الوقت ده الباب اتفتح ودخل شاب وبص لعادل وبص لجميل وقال في حاجة يا أبويا؟ الواد ده عمل حاجة؟ جميل قال لا يا عبد الله دي حاجة بسيطة كده، لكن أختك قامت معاه بالواجب. عادل في الوقت ده كان باصص في الأرض. عبد الله قال له عملت إيه ياض يا ابن الجزمجي؟ فجأة عبد الله مسك عادل من التيشيرت وفتح الموت وقال له لما عبد الله فرعون يكلمك تبص لي. زينب قالت خلاص يا عبد الله ما حصلش حاجة. عبد الله زقه وقال امشي من هنا. لا فعلا عادل مشى بعد ما تعرض لإهانة كبيرة في بيت الكفرويين، خرج وخرجت دموعه معاه. في الوقت ده في السوق بعد وقت طويل من الشغل، حسن كان واقف وجات من بعيد بنته عينيها في اتجاه حسن اللي اول ما شافها ابتسم وقال يا بنت المجنونه. وقفت عنده وابتسمت هي كمان وقالت عايزه كيلو تفاح. حسن قال مش لسه واخده امبارح؟ قالت له يا بتضحك اتعامل معايا عادي زي ما بتتعامل مع اي زبون عشان محدش ياخد باله. عامل ايه يا حسن؟ حسن قال لها الحمد لله يا اسماء. قالت له ما وحشتكش يا حسن؟ حسن قال ما انا لسه شايفك امبارح. قالت له انت لازم تكسفني يا حسن، طب هات التفاح عشان محدش ياخد باله والله ما هاجي لك تاني. ضحك وقال لها ما الناس خدت بالها خلاص، في حد كل يوم يجي يشتري تفاح؟ طب غيري وهاتي عنب هاتي بطيخ. اسماء قالت طب هات نص خوخ علشان عايزه اطول في الكلام شويه. بعدها قالت له طب هتيجي تتقدم لي امتى؟ حسن وشه قلب وقال قريب اسماء انت عارفه ظروفي. اسماء قالت له يا حسن ان كل يوم بيجي لي عريس، وابويا واخواتي لما ارفضوا بينزلوا فيا ضرب، بيقولوا اني على علاقه مع حد
الشك بدأ يزيد عندهم يا حسن، ومعاملتهم وحشة معايا قوي انت عارف، نفسي امشي من وشهم. حسن قال لأبوكي جميل الكفراوي حطي تحتيها مليون خط، وانا ابن الصباح اللي بيلمع الجزم. اسماء قالت مش مهم، المهم عندي انت. حسن قال ابوكي مش هيفهم اللي انت بتقوليه ده. قلت له انت خايف من ابويا يا حسن؟ قال لها انا عمري ما خفت من حد يا اسماء وانت عارفه. ليه حسن الصباح خايف يقول كلمتين؟ قال لها انا وعدتك يا اسماء ومش هخلف وعدي ليكي، خدي الخوخ وامشي يا اسماء، وهبقى ادخل لابوكي بخمسة كيلو زيهم. اسماء قالت يا عم تعالى بكيس شيبسي بس تيجي. حسن انت بجد معكش فلوس؟ حسن قال لا معايا. قالت له طب تلاقيك مخبيهم تحت البلاطه عامل زي ابويا، بس ابويا مش بيخبي الفلوس، ابويا بيخبي فضايح الناس اللي بيتعامل معاها. اسماء حاطت ايديها على بقها وقالت ايه اللي انا بقوله ده؟ حسن ضحك وقال ما الناس كلها عارفه ان ابوكي تاجر كبير، فهمان انت طبعا يعني. اسماء قالت انت بتعايرني؟ حسن قال لها خدي الخوخ وخلاص امشي خلصنا. في الوقت ده كان بيراقب الوضع واحد من رجالة جميل. الليل ليل وحسن رجع البيت، وهو طالع نفس الصوت سمعه، صوت ناس بتصوت، وكالعادة طلع ونام على السرير. وبعد مرور بعض الوقت بدأ يسمع صوت جنبه بيقول أصفاد. حسن فتح عينه لقى عادل نايم، قام على السرير خرج بره لقى باب الشقة مفتوح، ولع النور وأول حاجة في دماغه إنه حرامي، بس الحرامي هيسرق منه إيه؟ حسن فضل يدور على أي حاجة تدل إن فيه حرامي، بس مفيش، الباب مش مكسور ولا فيه أي آثار محاولة لفتح الباب. حسن قال يمكن عادل نسي يقفله، قفل الباب ولف عشان يكمل نوم. فجأة سمع صوت بيقول أصفاد تاني، بص وراه وشاف شيء لحد ما غريب، الباب مفتوح مع انه قفله. وحسن بدأ يحس ان في حاجة مش مظبوطة، قرب من الباب عشان يقفله، سمع صوت الباب اللي تحت بيتفتح، باب شقة اسماعيل جده، ولان الباب من فترة طويلة ما اتفتحش وعفى عليه الزمن، كانت مفصلات الباب متهالكة وكانت بتصدر صوت لما بيفتح الباب. بدأ يقلق اكتر ونزل حسن بهدوء، لقى فعلا الباب مفتح، زق الباب ودخل. دخل الشقة اللي التراب مغطيها، عفشها اللي كان مش مستحمل، وأرضها اللي التراب عامل عليها طبقة تانية. حسن حاول يفتح الأنوار لكن مفيش نور شغال، اضطر انه يفتح كشاف الموبايل وفعلا فتحه، وبدأ يبص في الشقة كلها. وفجأة سمع كلمة أصفاد، بس المرة دي الصوت قدر يحدد مصدره، في الأوضة اللي وراه. دخل فيها، الموبايل كان قرب يفصل. حسن بص لقى شمعة، بدأ بالولاعة بتاعته يولع الشمعة وبدأ ينور الأوضة كلها. الأوضة كانت عبارة عن كراكيب، وسط الكراكيب المتعلقة على الحيطة صورة، بس مش باينة من التراب الكتير اللي كان عليها. الصورة دي بدون أي مقدمات وقعت على كنبة معمولة من الخشب القديم. حسن رجع لورا بقلق شوية وبدأ يقرب من الصورة. كانت صورة قديمة لجده وهو شاب في مزرعة. كان حسن متدقق في الصورة قوي، وبدأ حسن يلاحظ إن في الصورة شخص واقف ورا خالص من ضمن عمال الأرض، باصص للصورة برضو بس من بعيد وبيضحك. حسن بص على الكنبة لقى فيه فتحة صغيرة، بدأ يخبط على الكنبة لقاها زي ما يكون فيه فراغ تحتها، وبدأ يشد الخشب من الفتحة الصغيرة الغريبة، وبدأ الخشب يتشال وكأنه مخبي حاجة. حسن مد ايده لقى ورق مبعتر وشوية ورق مربوطين وهم فوق بعض. بدأ حسن يلم الورق المتبعتر ولم الورق وجمعه على بعض وبدأ يبص فيه. هو كان في الحقيقة مش ورق، في وصية أو أملاك في البنك أو أي صدفة تخلي الدنيا تبتسم لحسن، بل هي تعتبر بداية الانحدار للجحيم. حسن بص في الورق ولقى رسومات صغيرة، وفي كل ورقة مرسوم نبتة من النباتات. بدأ يقلب في كل ورقة لكن دون فائدة. حسن ساب الورق وبصدفة لقى صورة لجده وراجل كبير واقف جنبه، وعلى الأرجح إن ده أبو جده. واقف جنبهم تلات أشخاص تانيين، منهم في صغيرين وفي كأنه في سن جدي ساعتها، والشخص التالت كان كبير. لثواني ركزت في الصورة ورجعت بصيت في الصورة اللي وقعت من على الحيطة، ولقيت إن في تقريبا اللي في الصورة ده هنا هو اللي في الصورة اللي وقعت، بس هنا شكله أوضح، شكله كان مريب أو تقدر تقول مخيف بعض الشيء بالنسبة لنظراته، رغم إنها صورة لكن حسن قلبه اتقبض من الشكل بتاع الشخص ده بالذات.
حسن قلب اكتر في الورق ولقى صور لمصنع الجزم بتاع جده، وفي الصورة نفس الراجل مع جد حسن، ولكن علامات الكبر كانت مش باينة عليه. حسن لقى ظرف في وسط الحاجات دي، فتح الظرف لقى ورقة صفراء، ورقة طرية جدا، الحبر اللي مكتوب فيها بعض الكلام منه ممسوح وبعض النصوص منه، لكن البعض واضح، والواضح كان من عبد التواب لإسماعيل عبد التواب: أوصيك أنا عبد التواب طه أن لا تأكل من الأرض الميتة أنت وأولادك، وأن تتخلص منها بالكامل وتعيد زراعتها من جديد، وإذا رأيت ذلك الشخص ذو العباءة الخضراء والعمة المنتفخة الكبيرة فلا تتبعه، إنه من أعماق أعماق الجحيم، ليس له عهد ولا وعد، وإذا لم تتبع كلماتي فإني لن أرضى عنك حتى وأنا في قبري، ويوم الآخرة نلتقي أمام الله. حسن رجع ورجع كل حاجة مكانها وطفى الشمع وقفل الباب وطلع فوق تاني. اليوم التاني طلع كالعادة حسن عشان يزق الزرع، لكنه شاف حاجة غريبة جدا، الزرع كله تحول للون الأصفر وكأنه خلاص على وشك انه يموت. حسن اتضايق جدا ونزل الشقة تاني. عادل رجع وفتح الباب، وشه كان مخطوف وخايف، دخل على الأوضة وبدأ يلم هدومه. حسن دخل وراه وقال له باستعجال: انت بتعمل ايه يا عادل؟ عادل قال له: لازم نمشي من هنا. حسن قال: ايه اللي حصل؟ انت دراعك ماله؟ عادل قال: هفهمك بس مفيش وقت. حسن بكل قوة مسكه من دراعه وقال له: مش هتمشي الا لما تفهمني عملت ايه. عادل بص اللحظات لحسن وقال وهو عينه كلها خوف: عيلة الكفراوي هيموتوني. حسن قال له: انت مالك بالكفراويين؟ قال له: انا شغال معاهم يا حسن. حسن بكل قوة ضرب عادل بقلم وقال له بانفعال شديد: ليه انا حرمتك من حاجة؟ في حاجة ناقصاك عشان تشتغل مع الناس دي؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ ما عادل قال والدموع في عينه: عشان الفقر اللي احنا فيه، عائلتنا من زمان كانوا عايشين في نعيم واغنياء، بدل ما يصدروا لنا النعيم بتاعهم صدروا لنا الفقر. جدك كان سفاح، خدوا منه كل املاكه، جدك كان عنده قصر واراضي. حسن قال: ونهايته كانت ايه؟ اتقتل، الشرطة قتلته، الناس ما ترحمتش عليه، بالعكس الناس حمدت ربنا انهم خلصوا منه ومن شره. جدك كانت الامهات بتخوف عيالهم بيه، كانت الام بتقول لابنها في الارياف: هجيب لك بدر السفاح، جدك ما ينفعش تاخده قدوة، جدك كان بيهدر ارواح الناس. عادل قال: ومين قال لك اني قتلت؟ انا شغال في الممنوع بس عشان نعيش. حسن قال: النهارده تشتغل في الممنوع، بكره تكون مدمن، بعد كده تقتل، ما هي بتيجي بالتدريج. قوم قوم لم هدومك بسرعه وامشي، هكلم لك واحد صاحبي تروح تقعد عنده لحد ما ينتهي الموضوع ده ونشوف هيرسي على ايه. عادل بص في ساعته وقال: لازم اتحرك. على الجانب الاخر دخل شخص على جميل وقال: البضاعه اتمسكت يا معلم جميل، العيال اتمسكت، والواد عادل ضرب الظابط وهرب. جميل قال: كل البضاعه وعادل هرب. الراجل قال: لا ما هربش، تحت عينينا. جميل بص لعبد الله ابنه وقال: اتحرك يا عبد الله، الواد ده هروبه خطر علينا، لازم نخلص منه. عبد الله قال: اعتبره حصل يا معلم. جميل قال: الحمله تبدا دلوقتي. عبد الله قال له: طب والعيال اللي في السجن؟ جميل قال له: اعتبر الموضوع منتهي، احنا لينا رجالتنا في القسم. عبد الله قال: يعني هنخرجهم؟ جميل قال: لا، هنطلعهم فوق، اللي يتمسك مره لعبته بتنتهي. على الجانب الاخر عادل كان خلص تحضير شنطته وخدها على كتفه. حسن مسكه من ايده وبص في عينه اللحظات وبدات دموعه تنزل وحضنه وقال له: خلي بالك من نفسك. عادل قال: بس انت كان لازم تيجي معايا. حسن قال: لا مش هينفع اجي معاك، روح انت. عادل فتح الباب وبدون وداع نزل، وحسن راح على الشباك عشان يودع اخوه وهو بيبص. لمح شخص معاه عكاز في ايده وعلى دماغه غطا كانه شحات. الراجل ده كان باصص لفوق وتحديدا باصص على حسن، بان ملامح من وشه، وحسن الموضوع ما لفتش نظره قوي بسبب لهفته على اخوه. عادل وصل للشارع وبص على اخوه وابتسم، وعادل كمل طريقه، بس حسن لمح حاجه غريبه، لقى مجموعه من الاشخاص بيتفرقوا على مداخل الشارع وكانهم بيقفلوا اي مخرج للشارع، وبدات عربيه تدخل من اقصى الشارع تقفل الطريق، وبدا يحس ان في حاجه غلط، وقف مكانه. حسن بقى على صوته قال: اهرب يا عادل. عادل فجأة ساب الشنطة وجرى على إحدى مداخل البيوت، وبدأت العربية اللي وصلت ينزل منها عبد الله فرعون وعدد من رجالة جميل اللي كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء يجروا في اتجاه معاكس ناحية عادل. وعادل طلع البيت وكسر باب السطح، وعادت منطقة البير إن بيوتها المتهالكة كلها جنب بعض، وده اللي سهل على عادل إنه ينط من مكان للتاني. في الوقت ده طلع على عدد من الأسطح عدد من رجالة جميل اللي كانوا هم كمان بينطوا من مكان للتاني. عادل نط على سطح خرج منه واحد من رجالة جميل اللي فتح المطوة وجرى على عادل. الراجل قبل ما يوصل لعادل، عادل كان مسك
قطعه من الحديد وحدفها من مكان بكل قوه جت في نص دماغ الراجل، وقع مكانه بعد ما الحديده اتسببت له في جرح كبير. عادل ما وقفش، كمل جري في محاوله للخروج من المنطقه عبر الاسطح. في الوقت اللي كان بيهرب فيه عادل كان حسن بيتتبع خطوات اخوه بيحاول يوصل له قبلهم. عادل استمر في الهروب ورجاله جميل كانوا بيقربوا منه قوي، ولكن عادل كان سريع وخفيف الحركه لحد ما عبد الله فرعون ادرك انه من الصعب يتمسك، وبدا عبد الله يتحرك لمكان بعيد متوقع انه يكون عند خط سير عادل وفي نفس الوقت يكون كاشف لتحركات عادل. وفعلا وصل لنقطه معينه وطلع فرد خرطوش وبدا يلقم الفرد بطلقه حيه، وعادل كان مكشوف بالطبع لانه بيجري فوق اسطح. عبد الله بهدوء وجه الفرد، وفعلا عبد الله كان توقعه صح، عادل كان جاي باتجاهه وبمنتهى الهدوء ضغط على الزناد. في اللحظة اللي نط فيها عادل كانت الطلقة أسرع منه وجت في صدره. عادل مع اختلال توازنه خبط في السور بتاع البيت اللي كان هينط عليه ووقع في الشارع والدم حواليه. وبدأ مجموعة جميل تتجمع حواليه. نزل عبدالله من على السطح في الوقت اللي نزل فيه جميل من عربيته مع زينب وتوجه لعادل وبص عليه وهو على الأرض، وبدأت الستات تصوت والناس تجري. عبدالله قال بصوت عالي: مش عايز أشوف حد هنا، كل واحدة تدخل بيتها، واي حد اشوفه هيحصل له نفس اللي حصل للواد ده. زينب قربت وتفت على عادل وقالت: طول عمري مش بحب الواد ده، وانت كنت مصمم تشغله، اهو كان هيهرب ويخونك وكان احتمال يبلغ عنك. جميل قال: يلا يلا عبدالله نمشي من هنا، اسحب الرجالة، الواد مات خلاص. في الوقت ده حسن وهو ماشي وسط الناس في محاولة منه انه يوصل لاخوه سمع الناس بتقول الولد مات، والناس بتبص لحسن اللي بدأ يبطأ من مشيته. الناس كانت بتهرب من مكان الحادثة، وكان رايح حسن وشاف أخوه فعلا اللي كان واقع على الأرض ودمه مغرق الأرض، ركع على رجله والدموع كأنها متحجرة في عينه. قعد دقايق باصص على أخوه المسكين وبدون أي مقدمات دخل وسط الناس بسرعة شديدة وعدى من رجالة جميل. عبدالله بيبص وراه لقى حسن جاي بأقصى سرعة ونط وبقبضة إيده نزل على وش عبدالله اللي اتنطر منه نافورة دم وأدى لكسر في مناخيره. حسن ما استكفاش بكده، حسن قعد يوجه عدة ضربات لعبدالله اللي فقد الوعي من شدة الضرب، لكن الوضع ما استمرش كتير. واحد من رجالة جميل بشفرة المطوة ضرب حسن فتح له ظهره، وبدأ الباقي يضربوا في حسن بنفس الطريقة ويسببوا لحسن فتحات في جسمه، غير ان عدد منهم بدأ يضربوا حسن بالعصيان التقيلة على ظهره، وضربة منهم جت على دماغه خلته يفقد الوعي. في الوقت ده جريت أسماء وسط الناس ووصلت لأبوها قالت له: كفاية، حرام عليك، خليهم يسيبوه. جميل وهو بيحاول يفوق عبد الله قال لها: اخوك كان هيموت، الواد ده لازم يتقتل هو كمان. اسماء قالت: انت ايه، مش انسان، انا بكرهك. جميل بكل قوه ضربها بالقلم وقال لها: بتحبيه. اسماء قامت من على الارض وجريت على حسن، دخلت وسط المجموعه اللي كانت بتعتدي على حسن ونامت فوق حسن اللي تقريبا دمه اتصفى عشان تمنعهم من الضرب، وقالت وهي بتعيط: محدش يقرب له. حسن قوم يا حسن، قوم يا حسن. لكن حسن كان فقد دم كتير جدا، فقد الوعي. واحد من رجالة جميل قال: الحكومة يا معلم جاية، لازم نخلع. جميل قال: كله يسيب المكان، وبدأ فعلا الكل ينسحب إلا ثلاثة: أسماء وحسن وعادل، كانوا على الأرض. وصلت الشرطة لكن في وقت متأخر، حادثة كانت صعبة على كل الناس بس مش جديدة على منطقة البير، المنطقة الأكثر خطورة. اتنقل حسن للمستشفى واتحجز في الرعاية المركزة. وصلت للمستشفى أسماء اللي كانت منهارة من العياط، وبعد وقت طويل من الانتظار خرج الدكتور. أسماء قابلته هي عينيها كلها خوف وقالت له: طمني، حسن عامل ايه؟ الدكتور بنظرة شفقة قال لها: الوضع صعب جدا، واخد غرز كتيرة، واحنا حاولنا نوقف النزيف وفعلا نجحنا في ده، ولكن هو محتاج مكان لرعاية اكتر علشان ما تحصلوش جلطة غير الكسور اللي في جسمه، زائد ان في اشتباه انه يكون اتصاب بشلل كامل في جسمه. بص يا بنتي، احنا هنا ما عندناش امكانيات ان احنا نهتم بالحالة، انصحك تاخديه مستشفى احسن من هنا لانه محتاج عملية ضروري، وربنا يقدم اللي فيه الخير. اسماء قالت: بس ده هيكون مكلف جدا. الدكتور قال: اكيد هتتكلف، ده غير العملية. اسماء قالت وهي مكسورة: شكرا يا دكتور، هنقله انا. اسماء اتصلت بواحدة من صحباتها وطلبت منها انها تجيب لها الذهب اللي شايلاه عندها. وعلى الجانب الاخر من بيت عيلة الكفراوي، جميل طلع التليفون واتصل. الو،
ايه يا جعفر، الواد مات ولا لسه؟ رد جعفر قال له لا يا معلم، تقريبا كده لسه عايش، بس شكله كده بيقول انه هيموت قريب. قال له ان شاء الله يموت ونرتاح، الموضوع كده او كده منتهي. الناس اللي في القسم هيخلصوا كل حاجة، ولو قفلت علينا قوي هنخلي اي حد يشيلها. قال له في حاجة معلم كنت عايز اقولك عليها، بس متزعلش مني. قال له قول مش هزعل. قال له بنتك يا معلم، بنتك هناك في المستشفى واقفة جنب الواد جميل بانفعال. قال البت لسه تتحداني. بقولك ايه، مش عاوز حد يعرف الموضوع ده وانا هتصرف. سلام انت دلوقتي. زينب قالت ايه، اسماء حبت الواد خلاص محدش قادر عليها؟ رد عبد الله وقال سيبها لي يابا، انا هتصرف معاها. جميل قال له انت مش حامل ضرب تاني. عبد الله قال له قصدك ايه بالكلام ده، ده انا اللي موت لك الواد ومحدش من المنطقه خرج في جنازته من خوفهم مني. جميل قال من خوفهم منك؟ ده الواد حسن رزعك حته بنيه، كان هيجيب اجلك لولا ستر ربنا. عبد الله قال غدر يابا، غدر، وانت عارف ان لو واحد نزل قدامي عيني في عينه ووشي في وشه مش هيسد قدام العبد لله. طول عمرك بتحب تقل مني بس. جميل قال خلاص خلاص هسيب لك الطلعه دي يا اخويا، روح هات اختك. اسماء نقلت حسن لمستشفى تاني، مستشفى خاصه وارقى، بعد ما خلت صاحبتها تبيع ذهبها وحجزت لها اوضه ودفعت دفعه من المبلغ. في الوقت ده وصل واحد من اصحاب حسن اسمه فارس للمستشفى وسال عن حسن، وراح للاوضه اللي محجوز فيها. لسه هيفتح الباب اسماء مسكت ايده وقالت له انت مين؟ قال لها انا فارس صاحب حسن جاي ازوره. اسماء بصت له لحظات لحد ما اطمنت وقالت له ادخل. دخلت معاه وفارس قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له ولاد الحرام قتلوا اخوه وحاولوا يقتلوه. فارس قال لها معلش سامحيني، بس هو انت مين؟ انا مش شفتكيش قبل كده. اسماء سكتت لثواني وقالت له انا خطبته. فارس قال بس حسن ما قاليش، على العموم ربنا يقوم بالسلامه وتفرحوا. اسماء تليفونها فجاه رن، لقيت واحده صاحبتها بتصل بيها. ردت قالت اسماء انا تحت عند المستشفى، انزلي لي عشان مش عارفه المكان. اسماء استغربت وقالت لها حاضر نازله لك. اسماء قالت لفارس انا هجيب حاجه من تحت وراجعه. فارس قال لها تمام، وفعلا نزلت اسماء لكن ما لقيتش حد. اتصلت بصاحبتها وقالت لها انت فين؟ صاحبتها قالت لها قربي لي شويه. اسماء فعلا قربت لحد ما بعدت مسافه عن المستشفى، بصت حواليها ما لقيتش حد، وفجاه وصلت عربيه خرج منها عبد الله. اسماء حاولت تهرب لكن عبد الله مسكها رزعها بالقلم وفضل يضرب فيها بقوه. اسماء كانت بتحاول تقاوم لكن عبد الله كان حقده وقلبه الاسود كان اقوى وشدها للعربيه، وهي كانت بتعيط وبتودع بدموعها حسن اللي اصبح وحيد. كانت بص على المستشفى اللي كانت بتبعد شوية وشوية. بدأ الوقت يمر وفارس يبص في الساعة، ومن الواضح انه كان قلقان لان الساعة وصلت 12 واسماء لسه مرجعتش. بدأت الادارة تستدعي فارس بما ان هو الوحيد اللي موجود وتطلب منه دفع دفعة تانية من الفلوس، لكن فارس ما كانش معاه فلوس وكان بيتكلم مع الادارة وبيحاول يقنعهم انه هيدفع. فارس طلع الاوضة تاني واستنى شوية وبص لحسن وقال لي عيني عليك يا صاحبي، محدش معاك، الكل سابك، بقى حد يصدق ان حسن تكون نهايته بالطريقة دي؟ دخل واحد من الدكاترة عشان يتابع الحالة، وفارس قال له هو عامل ايه دلوقتي؟ الدكتور قال بص يا ابني انا انصحك تاخده وتوديه البيت، حالته ميؤوس منها، وبعدين انا حاسس ان وضعكم ما يسمحش ان انتوا تدفعوا تكاليف المستشفى. اسمع مني يا استاذ، خدوا البيت وحضر له الكفن والدفنه، الراجل ده بالكتير كلها يومين وهيقابل وجه كريم. فارس بص للدكتور وقال له يعني مفيش امل؟ الدكتور قال له زي ما قلت لك وزي ما حضرتك تحب القرار، قرار ليك بعد اذنك. خرج الدكتور وفارس فضل واقف قدام صاحبه مفيش في ايده حاجه يعملها، حس ان عليه مسؤوليه كبيره قوي. وهنا كانت النظره الاخيره من فارس لحسن. فارس فتح الباب وخرج، ولكنه خرج مرجعش، تقدر تقول هرب او اي حد مكانه كان هيعمل كده. وحسن اصبح وحيد تماما. في الوقت اللي خرج فيه فارس كان في شخص تحت رفع الموبايل وقالها خلص عليها معلم جميل من غير ما حد يحس. بدأ الشخص ده يتسلل ويطلع للدور اللي فيه حسن، وبدأ يمشي في الطرقة تحديدا أوضة 18.
وصل للأوضة طلع من جيبه مطوة فتحها وإيده التانية كانت على الباب وفتح الباب مرة واحدة. لكن حصل شيء غريب وجع دوت لقى نفسه قدام طرقة تانية. بص وقف للحظة يستوعب المنظر وبدأ يدخل في الطرقة الطويلة دي. كل الأبواب اللي في الطرقة مكتوب عليها 18. بدأ يفتح أول باب لقى حيطة سد. بص وراه علشان يرجع لكنه ملقاش أصلا الباب اللي دخل منه. بدأ يلف حوالين نفسه وهو بيلف لقى حاجة خرجت من باب دخلت في الباب اللي قصاده. الكلام ده كان من على بعد 10 متر. الشخص قرب وهو رافع الموطأ وقرب من الباب بارتباك. وصل للباب وبص جواه لقى شخص نايم ومتغطي. دخل وقرب من السرير لقى مكتوب على مقدمة السرير حسن عرابي بدر، لكن الغريب ان وشه كان متغطي. بدون حتى ما يرفع الغطا غرز المطوة فيه وبعد خطوتين السرير بدأ يتهز جامد والشخص في ارتباك ورهبة ساب المكان وخرج لطرقة تانية طويلة وكأنه في متاهة وبدأ يقول في ايه انا فين، ايه اللي بيحصل، انا عاوز اخرج من هنا. فجأة نور الطرقة ضلم بالكامل الا نهاية الطرقة. الشخص ده توقف عن الكلام وبدأ يركز، والملفت بالنسبة له ما كانش النور ده، كان باصص على شخص اللي جاي من اخر الطرقة. كان زي ممرض، بس مش ده برضو الملفت. الملفت ان الشخص اللي جاي بيمد مش بيجري، بالاضافة انه هو ماشي بيترنح يخبط في باب من الابواب الطرقة يدخل جواه، يقوم طالع من الباب التاني وتدريجيا بيقرب من الشخص اللي واقف. الشخص ده ادرك انه في خطر وفجأة المطوة تلقائيا قفلت على صباع من صوابعه وقطعته وبدأ ينزف ويصرخ. وهو بيصرخ كان بيحاول يهرب من الشخص المريب اللي جاي في اتجاهه بسرعة، وفضل يجري زي المجنون لحد ما عدى من الباب اللي في اول الطرقة. الغريب بقى انه لما فتح الباب خرج من باب أوضة حسن وكأنه كان في كابوس. الدكاترة والممرضين بدأوا يتجمعوا على صراخ الشخص ده وفضل يضرب في أي شخص لابس أبيض وكأنه شايف الناس كلها أعداؤه. كان عامل زي المجنون أو كأنه كان شارب، لحد ما طلع فرد من أفراد الأمن مسكه وسيطر عليه. الموضوع كان غريب فعلا لأن الشخص ده كان طالع من الأوضة بتاعت حسن ودخل من باب الأوضة بعقله وخرج من الباب من غيره. المستشفى اتقلبت حرفيا. الموضوع كان غريب جدا، وناس كانت خايفة وناس كانت بتضحك وناس كانت بتقول انه ملبوس، لكن الله اعلم حصل كده بالذات ليه لما دخل اوضة حسن. الموضوع وصل لمدير المستشفى، اتوجه المدير للادارة وسأل واحد من الموظفين ايه حكاية المريض اللي اسمه حسن عرابي، تبع مين ولا جاي مع مين ده ومعاكم ارقام اهله. الموظف قال معانا رقم واحدة تقريبا مراته اسمها اسماء جميل لكن مش بترد. المدير يتوجه بعد كده للدكتور المسؤول عن الحالة وقال له حالته ايه. الدكتور قال كلها يوم ويودع او يومين بالكتير. المدير قال اهله على حسب ما سمعت تقريبا هربانين من دفع التكاليف وسايبينه. الدكتور قال زي ما قلت حضرتك كده كده هيموت. المدير قال مش هستنى لما يموت. وبعدين في حاجة غريبة حصلت، انت طبعا سمعت عن الولد اللي دخل الأوضة وخرج عنده زي صرع، هو الولد ده مستهدف ولا ايه؟ ايه حكايته بالظبط؟ الواد ده احنا منعرفش حاجة عنه وشكله وراه مصيبة، وانت عارف في الأوقات دي بنتصرف ازاي. الدكتور قال له عارف حضرتك. على الجانب الآخر في بيت عيلة جميل، جميل قال هو الواد ده ايه مش عايز يموت يعني، خلاص مش عارفين تموتوه ابعت 3 من رجالتنا. رد عبدالله وقال الرجالة خايفة تروح يابا بعد اللي سمعوه، الراجل بتاعنا لما دخل اتلبس. عبدالله قال انا مش عايز غباء، اتلبس ايه، تلاقي الواد ده كان شارب ولا متنايل على عينه، خلصت على الواد ده النهارده. عبد الله قال له امرك يابا. جميل قال كتفته البت اسماء وحطوه في الاوضه اللي تحت. عبد الله قال له حصل يابا، قال انا مش عايز نقطه ما يدخل لها ولا تاكلها، خليها زي الكلبه كده مرميه لحد ما تتعلم الادب. عبد الله قال له في كده حوار يابا كنت عايز اكلمك فيه، البت جايلها عريس. قال له مين؟ قال له كرم الموس، الواد اللي ماسك منطقة النازلة. انا شايف يابا ان بنتك سيرتها بقت على كل لسان، جوازها من كرم هيبعد العين علينا والواد جاهز، يعني ممكن الخطوبة في الاسبوع ده. جميل قال واسماء موافقة على بركة الله. على الجانب الاخر بدأ مجموعة من العاملين في المستشفى يخرجوا حسن من البوابة الخلفية وحطوه في عربية، وعلى بعد كبير من المستشفى رموه على الطريق وسابوا المكان.
أصبح حسن مرمي في الشارع على حافة الموت. وصلت العربية التانية، مشى على الطريق، نزل منها شاب، قرب من حسن، جس نبضه، شاله، حطه في العربية وتحرك. رفع التليفون وقال ايه ده صبحي، انا مدحت جايب لك معاه حتة طازة على وشك انها تخلص. انا جايبه وجاي لك، بس امن لي المكان وحضر لي العدة وكلم الدكاترة ساعة اكون عندك. وفعلا وصل مدحت لمكان اشبه بالمستشفى المهجورة، وخرجت مجموعة من الشباب وشالوا حسن على نقالة ودخلوه. كانت كل حاجة مترتبة فعلا. وصلوا الأوضة شبه أوضة العمليات، حطوا حسن على سرير حديد، والدكتور مسك المشرط في ايده وقرب من حسن ومد ايده، لكن غريبا ايده كانت بتترعش. حتى الدكتور اللي جنبه قال له ايه يا دكتور ايدك بتترعش ليه؟ الدكتور قال له مش عارف. الدكتور حاول تاني لكن نفس الموضوع اتكرر. الدكتور اللي جنبه قال له بعد اذنك هات المشرط، هاته خلص. اتحط قال ما تخلصوا دكاتره، في اي حد يشرح ونخلص. بدا الدكتور التاني مد ايده عشان يفتح مكان الكلى، ايده وقفت بشكل غريب، بدأت صوابع الدكتور زي ما تكون بتبعد عن بعض، وده اللي خلى المشرط يقع من ايده. مدحت قال ايه يا دكتور محمد انت كمان في يا جماعه؟ دكتور محمد كان حواليه اربع دكاتره كلهم بعدوا عنه، وبدات العيون بتاعت الدكتور دوت تبيض وترجع طبيعيه. الموضوع اتكرر حوالي 5 مرات، ومدحت قرب منه وقال بصوت واطي مالك يا دكتور محمد؟ دكتور محمد كان مديله ظهره. وصبحي قال انا بدات اخاف، انا خارج اشرب سيجاره، بمجرد خروج صبحي الباب بتاع العمليات اترزع وراه. بص من الازاز ولقى الدكتور محمد لف ومسك المشرط وعينه المره دي سودا، وضرب مدحت في رقبته طلعت نافوره دم. وبقى الدكاتره في مشهد غريب، دماغهم كانت بتخبط في دماغ بعض، يعني لك ان تتخيل ان راسك بتخبط تلقائي في راس زميلك. واستمر الوضع بالشكل ده لحد ما الارض بقت بركه دم، ووقع الاربع دكاتره في مشهد غريب. صبحي كان واقف في حاله صدمه، اتبقى الدكتور محمد اللي قرب من الباب بهدوء ناحيه صبحي وبص له. صبحي وصل لمرحلة ان رجليه كأنها مربوطة في الارض، الاتنين كان وشهم لوش بعض بيفصلهم باب، وكأن الدكتور محمد مهنش عليه يسيب زمايله، حط المشرط على رقبته وذبح نفسه. الدم اتنطر على الازاز، صبحي وقع في الارض وبقى يجري زي المجنون في الطرقة. الغرفة اصبح فيها 6 اموات وشخص واحد عايش وهو حسن. الارض بقت عبارة عن بركة دم، وبعد مرور بعض الوقت حسن كان لسه مستمر في الغيبوبة، ولكن هل الشخص اللي في الغيبوبة بيحلم او بيشوف حاجة؟ ملناش دعوة بالنظرية دي. المهم ان حسن بدأ يفوق، بس مش من مكانه، فاق من مكان اشبه بالصحراء، رمالها حمراء نعمة. حسن مفيش اي شيء حواليه الا شجرة على مسافة كبيرة، شجرة زرقاء. واقف عند الشجرة شخص حسن ما كانش عارف يحدد هو مين. بدأ حسن يقرب من الشجرة والشخص اللي واقف تحتيها، الصورة بدأت توضح وكأن الشخص اللي تحت الشجرة مستني حسن. حسن قرب لحد ما شاف الشخص، واستغرب من الشخص اللي شافه، لأن حسن شاف الشخص ده مرة واحدة ومش بشكل مباشر. أيوه هو الشخص اللي كان في الصورة اللي في بيت جد حسن. حسن قال له أنا شفتك. الشخص قال وأنا اللي ندهتلك لما دمك وقع على الزرع اللي فوق، أنت لو تعرف قيمة الزرع ده ايام جدك كنت هتعامل الزرعة احسن من ابوك. الشخص قال له انت عايش؟ حسن قال له وانت مين؟ الشخص قال اصفاد، انا ليا تاريخ مع عيلتك، عيلتك اللي صحتني من منامي واستدعتني من ارضي اللي انت واقف عليها، جدك وجد جدك وجد جد جد جدك، عاصرتهم كلهم ونفذت معاهم اتفاق اني ازرع لهم وهم يحصدوا. حسن قال مش فاهم، وضح لي اكتر. اتكلم اصفاد وقال الشخص اللي قدامك ده هو اللي بدأ اللعبة، انت مش شايفني على حقيقتي لاني مستعير هيئة شخص من عيلتك، وهو اول شخص استدعاني، وهو حارس، اسمه حارس، اتفقت معاه انه يصدر للاجيال الجاية نبتة اصفاد، النبتة القاتلة اللي بني البشر ما زرعوش ولا هيزرعوا نبتة زيها، ولا هتلاقوها حتى على مدار السنين. عيلتك كانوا كلهم سفاحين بيستعملوا النبتة في التخلص من أعدائهم ونجحوا في كده. أبوك رفض ومات فقير، مع أن عيلتك في الأصل عيلة قوية جدا وغنية، لكن أبوك اختار مشي في طريق الإله
ابوك معذور لانه مفقدش حد من عيلته، انما انت اخوك اللي ربيته قتلوه وكانوا هيقتلوك، وانا انقذتك مرتين من الموت. حسن قال له اشمعنى انا؟ اصفاد قال له لاني ماضي عقد مع عيلتك مفهوش شروط. انا كده دوري انتهى معاك، بمجرد ما تفتح عينك ماليش دعوة بيك، وحتى لو طلبت مني النبتة هسيبك تكمل لوحدك. حسن قال له النبتة دي ممكن تعمل ايه يعني؟ اصفاد قال اللي ياكلها او يشمها، مش هقولك بتعمل ايه، جرب انت قول انك موافق وامنحك الانتقام، النبتة دي هتكون عذاب اعدائك في الدنيا. وافق يا حسن وحط ايدك في ايدي. اخدوا اخوك، خطفوا حبيبتك، ولو شافوك هتموت. حط ايدك في ايدي وهخليك تاخد من شجرة الاصفاد. حسن قال بدون تردد موافق، لكن عندي سؤال، انت ازاي الشخص اللي انت متمثل فيه من اجداد اجدادي وطالع في صورة مع جدي بدر؟ ضحك وقال لو رجعت شفت الصور مش هتلاقي الشخص ده، وبالنسبة انك شفته شاب فحب اقولك ان احنا مش بتصيبنا الشيخوخة، يعني انا هرجع تاني لاخر شخص في سلالتك لو خلفت يعني. ودلوقتي بما ان انت وافقت افتح عينك، افتح عينك وروح الدنيا من تاني. سلام يا حسن. فجأة بدت كل حاجة تتلاشى، الرمال والشجرة والدنيا رجعت سواد. حسن فتح عينه بهدوء وبص على الضوء او الكشاف اللي كان متسلط عليه، حط ايده على عينه وبدأ يحرك اطرافه بهدوء ونزل رجليه من على السرير، زي ما يكون رجله اتبلت او داس على ميه. لكن لما بص على الارض لقى دم متجلط وجثث في كل مكان، بدت علامات الصدمه تبان على وشه. فجأة اتزحلق في الدم ووقع على احدى الجثث اللي في الارض، وقام بسرعه بدأ يجري وبدأ يبص حواليه، لقى نفسه في مكان مهجور او مستشفى مهجوره، وبدأ وهو بيجري ينشف الدم اللي على رجله وخرج من بوابه المستشفى. قعد على رصيف بره وبدأ زي ما يكون بيستوعب اللي هو فيه بالظبط، حط ايده على دماغه وبعد دقايق قام من مكانه وبدأ يتوجه لبيت صاحبه فارس. وصل البيت بعد ما مشى مسافة طويلة بما ان هو معهوش فلوس. وصل بيت فارس اللي كان في احدى المناطق الشعبية، خبط على الباب، فتح فارس وبص لحسن للحظات وكأن لسانه اتقطع، ما كانش عارف ينطق. حسن قال ايه يا فارس، مش هتقول ادخل؟ فارس قال وهو في نفس الحالة اللي كان فيها ادخل ادخل. دخل حسن، فارس بقى عمال يمسك حسن من دراعه ويحط ايده على ظهره. حسن قال له انت بتعمل ايه؟ فارس قال له بطمن عليك. حسن قال لا اطمن انا كويس. فارس قال ازاي؟ ازاي؟ دكاترة قالوا انك مش هتقوم منها ولو قمت هتعيش مشلول. حسن قال له هتعترض بقى على ارادة ربنا؟ يعني قمت منها وخلاص، المهم دلوقتي ايه اللي حصل في المستشفى؟ فارس بارتباك قال له مفيش حاجة حصلت، جيت لك وكان في بنت هناك قاعدة معاك اسمها اسماء، هي اللي دفعت لك الفلوس وسبتك معاها ومشيت. حسن قال اكيد ابوها ما سابهاش، بس ليهم يوم هيروحوا فين يعني؟ انا عايزك يا فارس تنزل تسأل عني في المستشفى اللي كنت فيها، اكيد بنسبة كبيرة هيقولوا لك اني مت واهلي استلموا جثتي لانهم عارفين اني مقطوع من شجرة. انا مش عايز حد يعرف اني حي يا فارس. فارس قال له تمام يا صاحبي. وفعلا نزل فارس وراح المستشفى، وعلى الجانب الاخر وصل كرم بيت جميل. كرم كان من اقوى الشخصيات في منطقة النزلة، كان شخص ضخم نظراته حادة بالاضافة للقصص اللي كانت بتحكى عنه وقتله الناس وقصص بشعة، غير ان الناس حتى لما بتشوف في الشارع بتتجنبه. دخل كرم على جميل وقعد وسيجارة في ايده وبص حواليه شوية وقال وهو بينفخ الدخان امال فين العروسة يا معلم؟ زينب رضيته قالت هجيبها لك حالا. دخلت زينب تجيب اسماء وجميل قال بص يا كرم ابني من اولها كده توعدني تحط البت دي في عينك وتبعدها عن اي شغل ليك. كرم سكت لثواني وقال كل يهمني انها تسمع كلامي متكسرليش كلمة، تعرفني يا معلم انا راجل دغري حبش الحوارات، وعارف اني راجل كسيب وانت عارف ان كلمتي سيف هشيلها في عينيا. زينب دخلت معها اسماء، كرم قام من على الكرسي وقال ما شاء الله معلم
هنقرا الفاتحة على طول بقى. جميل قال: اقعدي يا اسماء جنب خطيبك. اسماء علامات عدم الرضا كانت باينة على وشها. قعدت جنب كرم وجميل قال: انا هسيبكم مع بعض شوية تتكلموا وتعرفوا على بعض. كل اللي كانوا قاعدين قاموا، وكرم بصلها وقال لها: انت حلوة اوي، انا عارف انك كنت ماشية مع الواد اللي اسمه حسن. انا هنسى الحوار دوت ونفتح صفحة جديدة يا بنت الناس، وصدقيني معايا هعيشك معلمة والناس كلها تحت رجلك. تتكلميش ليه؟ اسماء قالت: انا مش عايز اتجوز. ترضى تعيش مع واحدة مش عايزك؟ كرم قال: اه ارضى، ارضى اعيش، مش مهم تكون انت عايزاني، المهم ان انا عايزك، وطالما بحط عيني على حاجة باخدها، وبمزاجك غصب عنك انت بتاعتي. كرم بصوت عالي قال: لمعلم جميل. جميل دخل، كرم قال: العروسة موافقة، نقرا بقى الفاتحة. وبدأت الزغاريد تملى أركان المكان، وظهرت الفرحة المزيفة على وشوش أهل أسماء، وفي نفس الوقت ظهرت علامات الرفض الصادقة على وش أسماء. كرم قال: بكرة هنخرج مع بعض يا عروسة عشان نتعرفوا على بعضينا، ومعايا لك هدية بكرة. على الجانب الآخر، فارس رجع البيت وقال لحسن: فعلا انت ميت يا حسن. حسن ابتسم وقال: حلو قوي. فارس قال له: حلو، انت مبسوط؟ حسن قال له: اه مبسوط، مبسوط ان الناس فاكرني ميت. قال له: انت ناوي عليه بالظبط؟ حسن قال له: ناوي ارجع البير تاني. قال له: لو رجعت هيموتوك بجد المره دي. حسن قال له: ما انا كده كده ميت. فجاه الباب خبط، ودخلت واحده ست في ايديها حاجه وكانها طبق بس حديد عليه فراخ، والحديده دي بتطلع دخان. بدا حسن يكح جامد هو وفارس، وفارس قال: ايه ده يا ام كريم؟ ام كريم قالت: دي طريقه جديده شفتها في التلفزيون، اشتريت الحديده اللي شبه الفخار دي عشان بتحفظ الحراره، وحطيت لك خضار فيها وفيها فلفل حراق وفوقيه فراخ. انت بتكح عشان الريحه، ريحه الفلفل يعني، انا عارفاك بتحب الاكل الحراق. فارس قال وهو بيكح: شكرا يا ام كريم. فارس اخذ الاكل ودخل. حسن قال: اشتري البتاع ده هموت. فارس قال: حاضر حاضر، هنحط الاكل في طبق ونحط البتاع الحديد دي في الميه. حسن قال: انا لازم انزل دلوقتي مشوار. قال له: برضه عاوز تروح البير؟ حسن قال له: لازم، بس هات لي لبس من عندك وكاب، الدنيا ليل محدش هيعرفني يعني. فارس قال: مفيش فايده في دماغك. حاضر يا عم، هنفذ لك طلبك بس خلي بالك من نفسك. قال له: متقلقش عنيا. حسن لبس الهدوم ونزل، وصل للبير وبدأ يدخل المنطقة، وكان كل ما يمشي في أرجائها كان قلبه بيتقبض وبيفتكر اللي حصل لأخوه، وفي نفس الوقت كان جواه شيء مقوي وبيدفعه للانتقام. وصل حسن تحديدا للبيت، وطلع بهدوء للسطح، وفتح الباب بهدوء، وبص على الزرعة اللي زرعه، وكانت المفاجأة الزرع لونه أزرق. قرب من الزرع ولمسه بإيده، كان ملمسه ناعم، وافتكر خطورة الزرعة اللي قال عليها أصفاد وتأثيرها المخيف على الكائنات الحية. حسن قطع أجزاء من الزرع وحطه في جيبه ونزل وقفل الباب وراه. وهو نازل مشى من الطريق اللي فيه بيت جميل، ولقى زينة وفروع نور ملونة وكأنه فرح، وسمع واحد بيقول لصاحبه: دي خطوبة أسماء النهاردة. وقف مكانه، بدأت الدموع تجري في عينه، لكن قبل ما تنزل دموعه، الغضب اللي جواه حول عيونه المكسورة لنظرات غضب مخيفة، وافتكر سبب وجوده في البير. في التوقيت ده نظراته كانت نظرات توعد لكل شخص دمر حياته. نظراته كانت كافية تعرف أي شخص عن الطريق اللي هيمشي فيه حسن، طريق أرضه ملطخة بالدماء والغضب. حسن قلبه اتحجر ومشى من المكان بسرعة، وخرج من البير ورجع لتاني لبيت فارس. حسن خبط على فارس، فارس فتح ولقى حسن في إيده قطة وداخل. فارس قال له: إيه ده، إيه اللي في إيدك ده؟ حسن قال له: أنت شايف إيه؟ قطة. فارس قال: هنربيها يعني ولا هتذبح حالنا؟ حسن قال: لا، هعمل عليها تجربة. فارس قال: ما بقتش فاهمك بصراحة. قال له: هفهمك في الوقت المناسب، المهم هات لي لبن في طبق. فارس قال له: ماشي. وفعلا فارس دخل وجاب لبن، وحسن طلع الزرعة وحط جزء منها في الطبق وخلى القطة تشرب منها. حسن كان بيتابع القطة بتركيز جدا. فارس قال: انا مش فاهم اي حاجة، انت مالك في ايه؟ حسن قال له: شش، خليني اركز. فجأة القطة وقفت عن الشرب. حسن بسرعة بص في الساعة،
القطة فجأة وقعت وبدأت تتفتح فتحات في جسمها، فتحات عميقة نتج عنها دم غزير، وبدأ جلد القطة يقع. القطة بدأت تحتضر والفتحات اللي في أنحاء جسمها كانت بتزيد وكأن حد بيشرحها. فارس قال يا نهار اسود انت شربت القطة ايه؟ في الوقت اللي كان مرعوب فيه فارس حسن كان بيبتسم وقال 3 دقايق. فارس رد عليه قال له يا ابني اللي انت جايبه ده يا ابني؟ حسن قال له زرع شيطاني اخدته من الشيطان نفسه. فارس قال له انت اتجننت ولا يا حسن؟ في ايه بالظبط؟ انا بدأت اخاف منك. حسن بص له قال له لو خايف همشي. فارس قال ما اقصدش بس انا مش فاهم حاجه. قال له وانا قلت لك هفهمك في الوقت المناسب، بس اللي انا مش عارفه هستخدم النبتة ضدهم ازاي. فارس قال يا نهار اسود ضد جميل؟ فجأة الباب خبط. فارس قال يا نهار اسود لازم نشيل الكلام ده، وبدأ فارس يشيل القطة المشوهة بسرعة. وفتح الباب لقى ام كريم قالت معلش يا فارس يا ابني عايزة الحديدة اللي جبت لك فيها الاكل. فارس قال لها حاضر. دخل يجيبها واداها لها. الست قالت له معلش يا ابني قلبت لك الشقة بريحة الدخان. قال لها لا لا ما حصلش حاجة، تسلم ايدك على الاكل. حسن قال الست دي حلتها لي، الست دي فعلا استاذة. قال له ليه يعني؟ اكلها عجبك؟ حسن قال له لا لانها ابتكر السلاح، انا لازم اروح عند شخص هيساعدني في كل ده. نزل حسن بسرعة من عند فارس وتوجه لمنطقة العتبة بالقاهرة، ودخل احدى الحواري اللي بتباع فيها الالعاب النارية، وسأل واحد من البياعين وقال له عاوز اروح لعمر صاروخ. الراجل قال له 5 فرشة على ايدك اليمين. حسن قال له شكرا وتوجه حسن زي ما قال الراجل. لقى شخص بيبيع العاب نارية قال له عمرو فين؟ قال له هتلاقيه في البيت اللي هناك في الدور الارضي. راح حسن ودخل البيت لقى عمرو واقف. عمرو بص له باستغراب وجرى عليه وحضنه وقال له انت عايش يا حسن؟ انت لسه حي؟ انا سمعت اللي حصل لك واخوك الله يرحمه. حسن قال له الله يرحمه انت لسه شغال في الصنعة؟ عمرو قال له وطي صوتك يا حسن الدنيا متلبشه على الحيطان ليها ودان، تعالى نخش الشقه. فعلا دخلوا الشقه وعمرو قال له وده المخزن بتاعي. حسن قال له انا لما قلت لك على الصنعة ما كانش قصدي صناعة المتفجرات، قصدي قنابل الدخان. عمرو قال له يعني السوق نايم والخامات ضايعة خالص. رد حسن قال له بس انا مش طالب منك كمية حاليا. عمرو قال له امال طالب ايه؟ قال له هي قنبلة واحدة على تجربة، هزود على الخامات بتاعتك حاجة نبتة هتخلطها بالخامات، عايز الدخان يطلع احمر لون الدم. عمرو قال عندك فرح ولا ايه؟ حسن قال له لا عندي حرب. عمرو قال له انت عايز تتخانق مع الكفراوية بقنبلة دخان؟ حسن قال الدخان بتاعك زي الستارة مخبي وراها نبتة شيطانية اللي هي في ايدي دي، بس اوعى يا عمرو اوعى تشم النبتة دي او تحاول تستعمل القنبلة، النبتة دي سم. انا محتاج مساعدتك يا عمرو، محتاج مساعدتك ان احنا نوقع الكفراوية. عمرو قال معاك يا صاحبي واللي انت عايزه هيتعمل وهنعلم على جميل وعياله. حسن قال له عايزك في خدمة تانية. قال له ايه هي؟ قال له عايز سلاح آلي. عمرو قال له بس ده هيكلفك يا صاحبي. قال له ما انا معيش فلوس حاليا وعايزك تتصرف. عمرو قال احنا ممكن نستلف السلاح وانا اضمن لك، بس بعد كده هنجيب الفلوس المفروض يعني. حسن قال له انا فعلا هجيب لك الفلوس. عمرو قال له انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ قال له اهجم على منطقه العوايده وتحديدا البيت اللي بيصنعوا فيه البرشام والبودره والكلام ده. عمرو قال بس المنطقه دي خطيره جدا يا حسن، كلها عيال ضريبه وانت هتنزل منطقتهم لوحدك، وكمان المصنع ده اهم مصنع للكفرويه، ولو حصل اللي في دماغك مش هيسكتوا. حسن قال له مين قالك انهم يعرفوا ان انا ميت يا ابني؟ مهم بكره تكون مخلص واحتاجك معايا في العمليه دي، حضر نفسك. على الجانب الاخر كرم دخل بيت جميل واخد اسماء بحكم انه خطيبها ونزل. اسماء كالعاده نزلت معاه بالغصب، فتح لها باب العربيه بتاعته وركبت وركب جنبها وبدا يتحرك. كرم وهو سايق قال لها تحبي تروحي فين؟ اسماء قالت له اي حته. كرم سكت شويه وبص لها وقال ايه رايك نروح البيت عندي؟ اسماء قالت له غضب فاكرني واحده من الشارع نزلني هنا. كرم قال ما لو الواد بتاعك اللي اسمه حسن كان قالك كنت رحتي معاه. اسماء بغضب شديد قالت له اللي انت بتتكلم عنه ده احسن منك مليون مره. كرم وقف العربيه ومسك اسماء من شعرها وخبطها في الباب بقوه. اسماء فقدت الوعي. كرم قال بعصبيه الواد ده لو كان عايش كنت خليته يتمنى الموت، ابوكي قتله هو واخوه وعلم على العيله كلها، لكن انا هعلم عليه وهو ميت برضه. كرم رجع بيت جميل فتح بالعربيه وشال اسماء ودخل بيها البيت. البيت اتقلب وكله عمال يسال مالها. كرم ما كانش بيرد، عينه كانت مليانه غضب. خرج من بيت جميل وطلع على منطقته، طلع بيته جاب بنزين وفرد خرطوس وسيف محفور عليه اسمه، ولما مجموعه من رجالته وبدا يتجه لبيت حسن.
الناس من منظر الحشد اللي جاي كانت بتجري من قدام كرم، ناس جيران حسن سمعوا صوت ناس كتير بتزعق. جارة حسن كانت ست اسمها غالية، ام البنت في جامعة وولد خريج تجارة. غالية قالت لابنها سعد اخرج ابني شوف في ايه. خرج سعد لقى حشد كبير وناس تحت البيت، دخل بسرعة وقال في ناس طالعة يا امي. خرجت اخته تسنيم وقالت عايزين ايه من البيت. سعد قال مش عارف. غالية قالت ما تخرجش يا ابني. سعد قال ما تخافيش يا امي هشوف عايزين ايه. خرج سعد لقى كرم اللي كان طالع باندفاع. سعد قال انتوا عايزين ايه بالظبط. كرم زقه وقال وعياط من وشي. تسنيم خرجت وقالت عايزين ايه تاني، مش قتلتوا حسن واخوه، عايزين ايه تاني. كرم خرج السيف من جنبه وقال لو عايز تحصليهم اقفي قدامي. تسنيم وقفت قدام الباب وقالت محدش هيدخل. غالية خرجت وقالت انتم مفيش حد قدكم يعني، ربنا ينتقم منكم. كرم قال يعني مش تبعدي. تسنيم قالت لا مش هتحرك. فجأة كرم بكل قوته ضرب تسنيم برجله بكل قوته. تسنيم من شدة الضربة خبطت في الباب بتاع حسن اللي كان في ازاز وكسر من شدة الاندفاع. سعد لسه هيمسك كرم، واحد من رجالة كرم ضربه بمطوة في رجله. كرم بكل قوة ضربه بالسيف في بطنه. سعد وقع والسلالم غرقت الدم. غالية بدأت تصرخ بشكل هستيري وتلطم كرم. الغضب اللي كان فيه ما وقفش لحد هنا، كسر باب شقة حسن وبدأ يدلق بنزين في الشقة وولع فيها. نزل هو ورجالته المسلحين في الوقت اللي كانت الشقة بتولع فيه والدخان بيتصاعد وسط صراخ غالية وباقي الستات في الشارع ووسط محاولات الناس انهم يطفوا الحريقة. كرم قال بصوت عالي هو ده مصير اللي يبص بس لمراتي. بالكل لازم يعرف انها هتبقى مراتي واللي يبص لها هولع فيه. كان رد فعل الناس كالعادة المشاهدة والسكوت. وعلى الجانب الاخر بعد مرور يوم كامل عمرو جه لحسن في بيت فارس وخبط وحسن فتح له. حسن قال له هي عملت ايه؟ عمرو قال له جبت لك السلاح في العربيه تحت. عمرو طلع من شنطته قنبله وقال صنعت لك قنبله يا حسن. حسن قال له الله ينور عليك، دلوقتي هنتحرك على بالليل ناحيه العوايده. عمرو قال له كنت عايز اقول لك حاجه، خبر مش حلو. حسن قال له خبر ايه؟ عمرو قال كرم الموس اللي ماسك النازله جا شقتك ولع فيها وموت ابن جارتكم. حسن قال بحزن قتلوا سعد. عمرو قال له وضرب اخته بعد ما حاولوا دفعوا عن شقتكم، لكن كرم ورجالته مش بيرحموا. كرم بقى خطيب اسماء انت عرفت، هو انت مش سبتها اصل انا بقالي كتير سايب المنطقه. حسن قال له اسماء اتخطبت. عمرو قال له انا اسف يا صاحبي بس كان لازم تعرف. بكل هدوء حسن قال له كده الحساب تقيل قوي بقى. عمرو قال له طب نرجع لموضوعنا، انا جبت لك قناع ضد الدخان والغاز بما ان النبته السامه وهتموت اي حد والدخان هيموت، لازم تكون محصن نفسك يعني، بيقولوا عليه قناع الحرب الكيميائيه. حسن قال له شكرا يا صاحبي، اسبقوني انتوا على المكان الساعه 9 هنتقابل. بدا الكل يتحرك، لكن حسن نزل عند منطقه البير كان متخفي. طلع البيت بهدوء وخبط على شقه غاليه. تسنيم فتحت، حسن بص لها لقى دراعها مكسور والدموع في عينيها وقالت بصوت مكسور حسن انت لسه عايش؟ حسن دخل وقال عايش يا تسنيم. حسن بص على الكرسي لقى غاليه ماسكه هدوم سعد اللي عليها دم وحضنها، قرب منها وقعد جنبها وقال لها انا اسف يا امي، انا السبب في كل ده. غاليه بصت له بنظره كلها حزن وقالت ده قدر يا ابني. قال لها انا اول ما عرفت جيت انت بلغت الشرطه؟ تسنيم قالت بلغنا بس دول مش بيفرق معاهم حد، مليون واحد هيشيلها مكانهم، ما ملناش غير ربنا، احنا اتبهدلنا قوي يا حسن. حسن قال ربك مش بيسيب حق حد يا تسنيم، مش عايزك تزعلي، وانت يا امي انا هطلب منك طلب وما ترفضيش، ما تاخديش عزا ابنك الا لما حقه يرجع، ورحمه سعد ابنك لاجيب لكم حقكم وحقه. حسن باز دماغ غاليه وقال انا لازم امشي دلوقتي، ما تعرفوش حد اني في المنطقه او عايش اصلا، انا ميت لسه. منطقه العوايده، وصل حسن هناك وتقابل هو وفارس وعمر. حسن اخد السلاح من عمر ولبس القناع وكان رابط القنبله في حزام ولفه على وسطه، وحسن قال هنتحرك زي ما قلت لكم، ربنا يوفقكم. بدا ياخد طريق تاني. فارس وعمر بداوا يدخلوا البيت من البوابه اللي كان بره فيه مجموعات بتاخد حقن وبياعين من مصنع جميل. قبل ما فارس وعمر يوصلوا للباب الحديد اللي بيدخل على البيت، واحد وقفهم قال لهم رايحين فين يا كباتن؟ فارس قال له عايزين نشتري. الراجل قال لهم انتوا وجه جديد ياض انت وهو. عمرو قال لا مش وجه جديد، احنا كنا بنشتري من النازله لكن العيال اللي هناك حاجتها مخشوشه وجايين ناخد من عندكم. في الوقت ده كان حسن بيطلع على المواسير من ورا البيت
ودخل من إحدى الشبابيك، نط على طرقة فيها حوالي 5 أبواب. حسن مشى بحرص شديد، بص على باب من الأبواب لقى سراير ونايم عليها ناس بتتعاطى، وفي شخص بيلف عليهم واحد واحد بيحقنهم. حسن دخل بهدوء. الراجل بص وقال باندهاش: انت مين؟ لسه ما كملش الكلمه حسن ضربه بظهر السلاح ووقع فاقد للوعي، وحسن اخذ منه المفتاح وقفل الباب وخرج، وبدا يتقدم في الطرقه لحد ما نزل على سلم طويل. فضل ينزل عليه لحد ما وصل للباب بتاع البيت اللي كان واقف وراه من بره فارس وعمر. وفجاه حسن فتح الباب وحط ايده على بق الراجل اللي كان بيتكلم مع عمر وشده لجوه. دخل عمر وفارس، وعمر طلع خنجر وضرب الراجل في جنبه. حسن سحبه ورماه في اوضه من الاوض، وحسن قال: اقفلوا البوابه كويس، تعال معايا انت عمرو وراقب الباب يا فارس. حسن بدا يتجه لمكان على اوله بوابه حديد، وقاعد وراه واحد مدي ظهره لحسن. حسن شاور لعمرو وقال بهدوء: هات الخنجر. حسن قرب بهدوء وفجاه مد ايده ما بين الحديد ومسك الحارس بايده، بايده التانيه ذبحه بالخنجر. سحب المفتاح منه وفتح الباب وقال لعمرو: هات الشنطه اللي على كتفك وخد فارس واخرجوا واعملوا زي ما اتفقنا. شد اجزاء السلاح الالي ودخل منطقه العمال. التسعتاشر عامل بصوا لحسن اللي كان مواجه السلاح ليهم، وفجأة حسن ضغط على زناد وبدأ يضرب في أنحاء الأوضة. العمال بدأوا يقعوا واحد ورا التاني من شدة الطلقات، وحسن حول أوضة التصنيع لبركة دم. بدأ الصوت يسمع بره، وبدأ كل الرجالة اللي بره تدخل البيت. في الوقت ده حسن كان طلع زجاجة مولوتوف من شنطته وجمع كل أكياس البودرة في الأوضة وحدف الإزازة، ولعت في الأوضة محتوياتها بالجزء اللي فيها. وحسن سمع صوتهم جايين في الطرقة، سحب قنبلة الدخان، ويا رب ما يكونش فيها غلطة يا عمرو. حسن رمى القنبلة في الطرقة، وقبل ما الرجالة توصل له كان حدف القنبلة في الطرقة وبدأ ينبعث من خلالها دخان أحمر. بدأت الرجالة تتخنق ويكحوا جامد ويصرخوا من شدة الألم والجروح اللي بدأت تتفتح في جسمهم. وقبل ما يوصلوا للبوابة الحديد اللي واقف عندها حسن، كان عبارة عن جثث مرمية على الأرض. حسن بدأ يتحرك ويعدي من فوق الجثث اللي كانت مشوهة، ودخل عند أوضة كان فيها خزنة الفلوس. الراجل اللي كان قاعد جوه كان ميت. حسن لما كل الفلوس في الشنطة وخرج وسط الدخان، وبدأت بعض من الناس اللي كانت بتهرب تشوفه، تشوف شخص غريب خارج من وسط دخان أحمر. الناس هربت وحسن قال احرقوا البيت، وفارس وعمر بدأوا يولعوا في المولوتوف ويحدفوه على البيت كله. انسحب حسن واللي معاه بعد ما حرق البضاعة والبيت واستولى على 500,000 جنيه من الخزنة. المكان كانوا خايفين الناس تقرب منه لمدة نص ساعة، ومع مرور الوقت بدأ المكان يكون هادي، والناس بدأوا يقربوا من المكان اللي بيتصنع فيه المخدرات، وبدأت المطافي تدخل المنطقة بصعوبة وتطفي الحريقة. أهل العوايدة كانوا في خوف شديد، وبدأ الكل يطلع حكاوي على الشخص صاحب القناع، منها إنه جن وحرق المكان، ومنها إنه غضب من ربنا عليهم، ومنها روح بتنتقم. بدأت تنتشر القصة بين الأطفال لدرجة إن محدش بقى يقرب من البيت. الموضوع مش بس انتشر في العوايدة والبير والمناطق المجاورة، الخبر وصل للصحافة والإعلام على الجانب الآخر، وصل الخبر لجميل اللي ما كانش في حالة كويسة وكان رد فعله غريب جدا. كانوا دخل أوضته قفل على نفسه. عبد الله ابنه من بره خبط وقال: ما تقلقش يابا، هنجيب اللي عملها وهنعلقه وهنمسح بيه البير كله. جميل فتح الباب وقال له: انت فاكره فرح هتحطه في مصيدة؟ ده قتل كل اللي في البيت وحرق البيت، دي الجثث مش عارفين يتعرفوا عليها. بيقولوا انه عفريت عمل كده، الناس شافت دخان احمر وواحد شكله غريب خارج من وسطه، احنا هندفع كتير قوي. عبد الله قال: انت مصدق الكلام ده يابا؟ دي ناس جهله مش عارفين حاجه، عفريت ايه هو اي حوار وخلاص، هو واحد ابن حرام عمل كده وهنجيبه. جميل بعصبيه قال: برضه هتقول نجيبه؟ عبد الله قال له: خلاص يابا خلاص هنحاول نجيبه. زينب دخلت وقالت: كرم جه يابا. كرم دخل وقال: قلبي عندك يا حاج جميل، انا عارف ان البضاعه كانت كتيره، بس اقول لك انا عارف مين اللي عملها وهجيبه لك لحد عندك. جميل قال: مين؟ كرم قال: خليها مفاجاه، بس ليا شرط اول ما اجيبه لك، خلال الاسبوع ده هكون متجوز اسماء. اسماء خرجت وقالت: انا مش هتجوزك، هموت نفسي لو اتجوزته. جميل قال: مش بمزاجك. جميل حط ايده على كتف كرم وقال: هعمل لك اللي انت عايزه، بس هات اللي عمل كده. على الجانب الاخر بدأ كالعادة حسن يلف البير وهو متخفي، وهو بيلف بوشه الناحية التانية لقى واحدة ست بصة ناحيته ومركزة. حسن كان عارف الست دي علشان كده عمل نفسه مش واخد باله وكمل الطريق، لكن هي ما سابتش حسن، فضلت ماشية وراه. حسن بدأ يزيد من سرعته وهي ما سابتهوش، وفضلت وراه لحد ما حسن بعد عن المنطقة وبدأ يوقف ويبص وراه. بقت عينيها في عينه وقالت: كان نفسي حسن تقرأ عندي الفنجان.
حسن قال مش محتاج اعرف يا حسيبة، انت عايزة مني ايه؟ قالت له اللي عليك مش سهل وانت بتتبع خطواته، حاول تبعد عنه. حسن قال لها روحي بيتك يا حسيبة. حسيبة قالت ابعد يا حسن، طريقك غير طريقه، هياخدك لجهنم. ممكن يكون طريقه في الاول مفروش ورد لكن نهايته نار هتحرقك. حسن بابتسامة خفيفة قال ابعدي يا حسيبة عن النار عشان ما تحرقكيش انت كمان، انا اخترت الطريق ده بارادتي، امشي وابعدي عني ولا كأنك شفتيني. حسيبة قالت انا بلغتك، لما النصيحة تيجي من واحدة بتقرا الفنجان والناس بيقولوا عنها نصابة، اعرف ان الموضوع اكبر مما تتخيل. حسن قال بعد سكون دام لثواني ابعدي عن البير لانه هيولع، والنار ما بتفرقش بين حبيب وعدو، هتاكل الكل. وعلى الجانب الاخر كرم جاب شخص متكتف ومضروب ورماه تحت رجل جميل، قال له هو ده اللي حرق المكان انت اياد. بدا الشخص ده يقول بكل خوف انا معلم انا اللي حرقت البيت. جميل بص لكرم وقال له انت بتلعب عليا يا كرم، جايب لي عيل بيخاف من الفار وتقول لي حرق؟ اللي حرق قلبه ميت ما يعرفش الخوف، اقل من انه يعيط زي الحريم كده. كرم قال انا جايبه لك ومعترف، اتفاهم انت معاه وزي ما وعدتك نفذت، وانت لازم تنفذ اسماء بتاعتي الاسبوع ده. عبد الله قال بهدوء لابوه الراجل نفذ يابا زي ما وعد. جميل قال ولو اني شاكك بس فرحك هيتم كرم. اتملت حواري البير بالكشافات المضيئة والزينة استعدادا لفرح كرم، واستعد الناس التقيلة اللي ماسكة المنطقة انهم يروحوا الفرح. الفرح كان كبير جدا لدرجة ان جميل الاهالي كانت مستنينه. في الوقت ده في غرفة اسماء دخل جميل عليها قال لها مبروك يا اسماء. اسماء بنظرة عتاب قالت سبحان الله، بتبيعني وتبارك لي؟ جميل قال انا عارف مصلحتك. قالت له هي دي الشماعة اللي انت بتعلق عليها غلطاتك، مصلحتك مصلحتك، عايز تجوزني لواحد مش بحبه عشان بس مصلحتك؟ وانا زي الحيوان ماليش رأي. جميل قال اللي تعصى اوامر ابوها تستاهل الحرق، انا كلمتي مش هرجع فيها، استعدي كويس للفرح. على الجانب الاخر في احدى المصانع المهجورة كان واقف حسن وعمرو فارس، وعمرو قال متأكد من الخطوة اللي هتعملها دي؟ حسن قال قلبي بيقول لي انها رافضة ولازم الحقها. عمرو قال العربية على وصول، انا جايبهم من اخر الدنيا الناس. حسن قال له متأكد منهم؟ قال له الناس دي في ظهرك حتى لو راح جهنم. حسن قال له كلمت الرجالة بتوع منطقة الدويقة؟ عمرو قال له برضو جايين، بس خد بالك انت كده هتقلبها حرب وهتولع الدنيا. قال له انا عايزها تولع. حضرت المنشورات؟ قال له جاهزة وليك عندي مفاجأة. فتح الشنطة وطلع منها حزام فيه 7 قنابل دخان. عمرو قال دي هدية عيد ميلادك. قال له ياه انا مش عارف اقولك ايه على الهدية دي. وفجأة دخلت عربيتين فيهم 17 فرد ووقفوا جوا المصنع. عمرو قال العربية وصلت، وراهم على طول دخل 14 شخص من منطقة الدويقة كلهم وقفوا في نص المصنع. وعمرو قال اهلا اهلا بالرجالة، الرئيس حسن هو اللي عازمكم الليلة دي. حسن قال اهلا بالرجالة من غير كلام كتير، انا عيني ليكم في اي حاجة بس المقابل تسندوني، خيانة لا طبعي ولازم معاملتك تكون بالمثل، خاين جزاه الموت، مشوارنا طويل وعايز نفس ورجال عافية، مهما كان اللي تعملوه مهما كان اللي تشوفوه مهما كان اللي تسمعوه ما يأثرش فيكم. ها حاضر ونعم، اهم حاجة وهتكون بمقابل، واللي هنعمله ده بدا بس، استعدوا يا رجال. على الجانب الاخر اكتمل الفرح، بدأ المعلمين الكبار يوصلوا والناس كتير تتوافد على الفرح. اسماء نزلت من البيت وهي بفستان الفرح، وكرم قابلها اول شيء قاله مش قلتلك انك ليه يا اسماء؟ انا هعملك كويس، مش عايزك تخافي مني خالص. اسماء هزت راسها وكأنها بتقول ان الكلام مفيش منه فايدة. كرم مسك ايديها وركبها العربية وبدأ يلف المنطقة وسط الزغاريت والفرحة. اسماء اصبحت مستسلمة تماما. وصلوا للنزلة المنطقة اللي معمول فيها الفرح، خرجوا من العربية وسط تحية الناس ليهم، وبدأت الأغاني تشتغل والناس ترقص وهي سعيدة المفروض. كرم وأسماء قاعدين على الكراسي الخاصة بالعروسين، الناس كانت في عالم وأسماء كانت في عالم تاني، عالم حزين مليان ظلم وجهل وعالم تقدير.
على الناحية التانية من الفرح وصلت عربية فيها مجموعة من عمال البناء. العربية وقفت قريب من منطقة الفرح. واحد من المنطقة قال للسواق في حاجة بلدينا. السواق قال لا العربية عطلت بس واحنا هنتصرف فيها، ما كان شغلنا قريب، انا اخدها ماشي. على الناحية التانية من موقع الفرح كانت مجموعة ملثمة بقيادة حسن بينطوا من بيت للتاني في اتجاه الفرح. حسن قرب من المكان ووقف عند نقطة معينة واتصل بالتليفون وقال بدأوا الانتشار. بدأت مجموعة مكونة من 10 أفراد تدخل الفرح وتختلط بين الناس، كل واحد فيهم وقف قريب من شخص معين في الفرح، وبدأ ال10 أفراد يخرجوا من جيوبهم سكاكين حادة. الأشخاص اللي كانوا متبعينهم رجالة حسن هم أهم ناس في رجالة جميل. فجأة الكهرباء قطعت والأغاني وقفت، ولكن في نفس اللحظة بدأت صرخات الناس اللي بتتذبح تعلى. 10 أفراد من رجالة جميل اتذبحوا في نفس الوقت. بدأت الناس تتوتر وتبدأ ناس تشغل الكشافات، وكانت النتيجة 10 جثث مذبوحة والدم مغرق الأرض. الناس بدأت تجري برا الفرح، وبدأ واحد من رجالة حسن يضرب نار في الجو، وده اللي خلى الناس تسيب الفرح بشكل أسرع، وصوت بيقول احموا المعلم كرم، وناس تانية تقول احموا المعلم جميل، وكل مجموعة بدأت تحمي الرئيس التابع ليها. وفي الوقت ده كان حسن وصل للبيوت القريبة من موقع الفرح، وكرم مسك ايد اسماء وقام في محاولة منه للخروج، لكن فجأة كل بص على احدى البيوت من فوق، نار خارجة من ايد شخص لابس قناع ضد الدخان يولع ازازة مولوتوف. وفجأة بكل قوته حدف الإزازة على الأرض، وبدأت الإزازة تعمل دايرة من النار مسكت في عدد من رجالة كرم، وفجأة بدأت الأسطح كأنها بتضيق بالنار، وأصبح كل رجالة حسن بيحدفوا زجاج مولوتوف من فوق. نار كانت بتحدف فوق رؤوس الناس اللي تحت. كرم شد أسماء وبدأ يجري وسط النار، وباقي الرجالة بدأت توجه سلاحها لفوق وتضرب برصاص حي من بنادق آلية، لكن خرج لهم من على الأرض العربية بأسلحة أشد وفتحت النار على كل اللي في المنطقة. طلقات كثيفة أدت لوقوع 90% من المسلحين اللي في الفرح، وبدأوا المسلحين يحاولوا يجروا على البيوت، لكن كل البيوت كانت أبوابها مربوطة بجنازير. بدأت الصرخات تتعالى، وحسن في الوقت ده نط من بلكونة للتانية لحد ما وصل للأرض، وخرج سيف حاد طويل وبدأ يتجه لرجال الكرم. كان بيتحرك بسرعة شديدة وكان بيضرب بالسيف في مفاصل الرجل، كان بيعجز الشخص وبيوقعه على الأرض، ووراه عمرو معاه مسدس في إيده كان بيضرب على الشخص اللي بيقع رصاصة الرحمة في منتصف الراس. بدأت رجالة كرم من المنظر والمجزرة اللي كان عاملها حسن تنسحب من أي خرم إبرة، وأسماء كانت في قمة الخوف والرعب. كرم بدأ يبص على حسن اللي جاي ناحيته بسرعة، ومسك سلاح أبيض من واحد من الميتين، ساب إيد أسماء وجرى على حسن، حاول يغرز المطوة في جنبه، حسن مسك إيده ضغط عليها ورجع له إيده وراه. كرم حاول يضرب حسن بإيده التانية، حسن قبله بضربة من السيف الحاد طير 3 صوابع من إيده. كرم بدأ يصرخ بصوت عالي، حسن ضربه بظهر السيف على رجله خلاه يقع على الأرض. وأسماء بدأت علامات الرعب تبان عليها أكتر، وبدأت تبص للشخص المقنع نظرات خوف. حسن حط السيف على رقبة كرم وبص لأسماء. كرم بص لأسماء وقال لها بحبك أسماء. رجع بص لحسن وقال له أقابلك في جهنم. حسن سحب السيف على رقبته، وأسماء من شدة المنظر صوتت جامد واغمى عليها. كرم وقع سايح في دمه وحواليه رجالته بنفس الشكل، ومجزرة كانت بكل المقاييس. حسن قرب من بيت كرم، بدأ يحدف أزايز مولوتوف جوه البيت، والبيت ولع. حسن وقف على أعلى نقطة في البيت اللي بيتحرق. ضوء النار خلى ناس كتير تشوف الشخص المقنع اللي عمل مجزرة وحمام دم. الناس كلها بقت تبص لفوق في خوف ورعب. الأمهات دخلت ولدها والناس جريت منه وقفلوا الأبواب. الناس كانت بتجري وهي بتقول العفريت العفريت، وكأنه مش بشر. حسن نزل وشال أسماء وبدأ ينسحب هو ورجالته بسرعة جديدة. عمرو هو في العربية قال سبت جميل يهرب ليه؟ حسن قال لأنه لسه ميعاده ما جاش. بدأت الشرطة تنزل موقع الحادث، ونزل الضابط المسؤول عن المنطقة ينزل الموقع. الضابط ده كان اسمه جمال الجزار، المسؤول عن المنطقة، ضابط ليه هيبة وكل الناس بتعمله ألف حساب. قرب من الجثث وبص لواحد من الشهود وقال له تعالى. الراجل قرب وقال له تحت أمرك يا باشا. الضابط قال له ايه اللي حصل هنا؟ الراجل قال له واحد لابس قناع باشا جه هو ورجالته طلع زي العفريت من فوق السطح، بدا يرمي ازايز مولوتوف حرق بيها الناس اللي واقفه ورجالته، ذبحوا الناس من رجاله المعلم جميل، وهو كمل على الباقي. الضابط قال له طب تمام شكرا. قربت واحده مذيعه من المكان، وجمال قال مش وقت كانسه بسمه خالص، خلينا نشوف شغلنا. بسمه قالت ما انا بشوف شغلي برضو، ده بعد اذنك يعني. جمال قال في سره جنى للقرف بقى. بسمه قربت من طفل صغير وقالت شغل الكاميرا.
قربت المايك منه وقالت شفت ايه يا حبيبي؟ الطفل قال شفت العفريت وهو طالع على السطح وبيقتل الناس. بسمة قربت من راجل عجوز وقالت شفت الجريمة يا حاج؟ الراجل قال لها اه مبسوط، ربنا يخلينا العفريت، خلصنا من بلطجي وحرامي كبير الحمد لله رب العالمين. لو العفريت شايفني دلوقتي عايز اقول له خلصنا منهم كلهم وتسلم ايدك يا بطل. بسمة قالت بس ده قاتل يا حاج. الراجل قال ما هم برضه قتله، ما هم برضه بيبيعوا مخدرات لاولادنا، ده حتى العفريت كان رايحين بيهم وقتلهم بسرعه، انما هم بيقتلوا اولادنا بالبطيء، الناس دي عاملين زي العدو، بينقلوا افكارهم وسمهم لاشخاص في الاصل طيبين ومحترمين، الشاب من دول يشرب ويتحول والسم يكون في دمه، يروح الشاب لشاب تاني طيب وملهوش في حاجه وينقل له نفس الفكره ويقول له جرب ويجرب ويتسمم بنفس الهباب ده، وينقل لده وده ينقل لده وهكذا، وكل الاشخاص دول في الاخر يرجعوا لبياع السم الحقيقي اللي صدر لهم الفكره. فلما العفريت يموت بياع السم نفسه اكيد مش هزعل، انا هفرح. بدا الراجل في العياط وقال عايزه تعرفي هفرح ليه؟ لان ابني مات من السم ده، ابني حبيبي كان متعلم بس اصحاب السوق جروه معاهم، دعيت ربنا ينتقم من اللي كان السبب وهو مات البياع، مش من حقي افرح؟ بس بصت في الارض ونزلت المايك وقالت الله يرحم ابنك يا حاج، ما تزعلش من كلامي. بس ما بصت جنبها لقيت غالية جاية بتزغرط وبتقول احمدك يا رب، خدت حق سعد ابني من اللي قتله، ارتاح يا سعد، اللي قتلك يا ابني مات مذلول، ربنا جاب لك حقك يا ابني دلوقتي بس هاخد عزاك. بس ما قالت للمصور غريبة قوي الناس اللي فرحانة باللي حصل وكأنهم كانوا محتلين. خالد قال كرم كان كابوس على أهل المنطقة، الحمد لله إنه مات. بسمة قالت إحنا مش في غابة يا خالد. فجأة وقعت شنطة بسمة اتفتحت وقعت معظم مقتنياتها، وخالد قعد يلم حاجاتها لحد ما جاء في إيده كتاب لغة الإشارة. خالد قال بسخرية طب ده كتاب هتستفيدي منه إيه؟ أنت أي حاجة بتقريها وخلاص؟ بسمة قالت ساعات الحاجات اللي أنت شايفها تفاهات دي بتنفع على فكرة. على الجانب الآخر وصل حسن للمصنع فوق اسماء، اسماء بدات تفتح عينيها ببطء ولقيت حسن بصت لها. اسماء قالت له انا فين؟ انا مت. رفعت ايديها وحطيتها على خد حسن وقالت حسن انت حسن؟ حسن قال لها ايوه حسن يا اسماء. اسماء قالت انت لسه عايش؟ حسن حضنها وقال لها ايوه عايش وهفضل عايش. قالت له انت ليه انقذتني؟ قال لها دي اقل حاجه، أقل حاجة كان ممكن أعملها، أنا كان عندي استعداد أقف قدام العالم كله. ضحكت وقالت كأني اتولدت من جديد، أنا فقدت الأمل خالص، كنت مستسلمة أمري لربنا بس الحمد لله ربنا نجاني وأنت السبب. بس أنت يا حسن جالك قلب تقتله بالطريقة دي؟ حسن قلب وشه وقال ولسه هقتل غيره. بصت في الأرض وقالت تقصد أهلي؟ حسن ما ردش على أسماء. أسماء قالت وبعد ما تموتهم يا حسن الدم عمره ما هيرجع اللي راح. حسن قال عارف انه مش هيرجع اللي راح بس هيعالج قلبي المجروح واللي اتكسر لما اخوك ضرب اخويا بالنار. اسماء قالت انا مش ضدك، انا عارف انك بريء وعارف انهم بدأوا الدم، لكن طريقة معاملتك ليهم لو هتكون بالمثل هتندم صدقني هتخسر كل حاجة. قال لها ما انا خسرت كل حاجة، هخسر ايه تاني؟ موتوا اخويا وخلوني قاتل. اسماء قالت بس انت لسه ما خسرتنيش. قال لها مش عايز اخسرك يا اسماء، تتجوزيني يا اسماء. اسماء بدون تردد قالت لما ترجع حسن بتاع زمان ابقى اتجوزك، انما انا شايفه واحد تاني. قال لها مش هرجع عن اللي في دماغي وهتجوزك يا اسماء. قالت اتجوزني بالعافيه، مفرقتش حاجه عن كرم. حسن قال ارجعي. طب اسماء ارجعي لابوكي واخوكي اللي طول عمرهم بيعاملوكي وكانك لعبه عندهم ملهاش قيمه، ارجعي للضرب وارجعي وخلوهم يجوزوكي تاجر مخدرات تاني، ارجعي للذل اللي انت اخدتي عليه، المره دي انا كنت وراكي المره الجايه مش هتلاقيني. اسماء قالت انا ماشي يا حسن، ما تخافش مش هبلغ عنك، يمكن ترجع عن اللي في دماغك. حسن قال استني غيري الفستان الابيض دوت انا جايب لك هدوم. هزت دماغها وقالت له حاضر. خرجت اسماء من عند حسن وهي في طريقها للبير، قابلتها حسيبه قالت لها مش عايزين اقرا لك الفنجان يا اسماء. اسماء قالت سيبيني يا حسيبه، انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ حسيبه قالت حسن هو اللي جابني، حبيبك في خطر عليه شيطان مسيطر على دماغه وبيمده بالقوه. اسماء قالت انا مش فاضيه للكلام ده يا حسيبه.
حسيب قالت هو ده الكلام الصح. تقدري تقولي لي جاب القوة دي منين؟ طب تقدري تقولي لي على العلاج اللي قومه بسرعة قوي كده؟ ده كان ما بينه وبين الموت خطوة. خدتيش بالك من نظرات عينه وتصرفاته الدموية؟ انا عارفة ان هو اللي عمل مجزرة النزلة. حسن على عهد مع شيطان كبير قوي، لازم نفك العهد اللي ما بينهم. انا هحاول اتواصل مع الشيطان اللي مسيطر عليه، هاتيلي صورة لحسن وانا هوصل له. اسماء سرحت لثواني وقالت حاضر يا حسيبة، هجيب لك صورة ليه ولو اني مش بصدق، بس مستعدة علشانه اعمل اي حاجة. وسط ما كانت اسماء وحسيبة بيتكلموا، الناس كلها كانت بتبص لاسماء. وصلت اسماء لبيت جميل اللي كانت الشرطة متواجدة عنده. جميل جرى على بنته وقال اسماء الحمد لله انك رجعتي بالسلامة، عملوا فيك ايه، انت كويسة؟ اسماء قالت له انا كويسة الحمد لله. جمال الجزار قال اقعدي يا اسماء علشان عايز اسألك كام سؤال. ما شفتيش الشخص اللي خطفك؟ قالت له لا ما شفتهوش. قال لها طب شفت اي حد من الافراد اللي كانوا معاه؟ قالت له ما شفتش، انا اغمى عليا وما فوتش الا وانا على الرصيف مرمية. جمال قال لها امال فين فستانك الابيض؟ سكتت شوية اسماء وقالت له معرفش. قال لها انت متأكدة ان انت كويسة ومحدش اتعرض لك؟ قالت له اه متأكدة اني كويسة. قال لها ماشي هستأذن. زينب بصت لأسماء وقالت لها خش البيس اسود، جوزك ميت والعزا النهاردة. أسماء قالت جوزي؟ جوزي مين؟ جميل قال أسماء البسي اسود عشان كلام الناس. أسماء قالت أنا بقيت حرة خلاص، ألبس اسود ألبس أبيض دي حاجة ترجعلي، اللي مات مش جوزي ولا عمره هيكون جوزي. أسماء دخلت أوضتها وقفت على نفسها الباب. في الوقت ده جه واحد من رجالة جميل وفي إيده ورقة وقال الحق يا معلم الحق شوف مكتوب إيه في الورقة دي. جمال قال مكتوب ايه؟ هو انا بعرف اقرا؟ الراجل قال ممنوع المخدرات في البير، عفريت البير. جميل قال يعني ايه ممنوع المخدرات يعني؟ هو العفريت هيعلمنا الادب؟ جميل طلع الموبايل وحطه على ودنه وقال الو. اه جمال بيه، هي دي حركه منك ولا ايه؟ يعني ايه ممنوع المخدرات دي؟ ايه الورق اللي بيتوزع ده كمان؟ جمال قال انا لسه شايف الورق حالا، الموضوع ده بره عنا. جميل الواد اللي اسمه العفريت ده بيلعبك وشكله حطك تحت عينه. جميل قال انا مش بخاف يا جمال بيه وانت عارف كده كويس. جمال قال له لازم تخاف، وخاصة ان الواد ده مش بيسيب اثر وراه، يعني السلسلة بتاعته مفكوكة وهيخبط في الناس كلها. انا لحد دلوقتي مش عارف الواد ده ايه اللي في دماغه بالظبط. خلي عينك مفتحة جميل، وانا على قد ما اقدر احاول اجيب الواد ده. سلام دلوقتي عشان عندي شغل. في اليوم التاني في احدى حواري البير، جه شخص وقف وجا واحد تاني من وراه وقال عايز حتة بكام. قال له ب200 بس ما تعرفناش. قال له محسوبك الديلر اللي تبع الحتة دي منصور. قال له انا اسمي سالم. قال له اهلا يا عم سالم، عايزك تجرب وتقولي رأيك وعارفك هترجع لي تاني. منصور طلع حشيش من جيبه وحطه في ايد سالم. سالم قال بس صغيرة اوي الحتة دي وغالية ب200. منصور قال انت واضح انك مش من هنا ولسه ما تعرفنيش. سالم قال مش اللي بيورد لك جميل الكفراوي؟ عارف حاجته كويسة بس المرة الجاية كرمني في السعر. منصور قال له من عيني. مشى سالم وعدى واحد من جنبه وراح لمنصور وقال له مساء الفل يا ابو الصحاب، عايزين حتة 4 سنتي كده بس الراجل اللي عايزها قاعد في العربية اللي هناك دي، بس بعتني اتفق معاك تاخد كام. منصور قال مش هنختلف بس نشوف الباشا مزاجه ايه. الراجل قال له طب تعالى معايا. منصور راح وقرب من العربية اللي كان الباب بتاعها بيتجر. منصور قال امال هو فين؟ فجأة الباب اتفتح وخرج منه 3 اشخاص، كتفوا منصور وحطوا منديل مخدر على وشه، فقد الوعي ورموه جنب 7 اشخاص مرميين في العربية شغالين نفس الشغلانة بيوزعوا مخدرات. وبدأت العربية تطلع، وصلت العربية للمصنع. وقت وصول العربية كان منصور بدأ يفتح عينه ويفوق. العربية اتفتحت وبدأ كل الديلرز يترموا منها عن طريق رجالة حسن، وبدأوا ياخدوهم لقفص من الازاز والحديد ودخلوهم فيه. منصور قال انتوا حكومة ولا يا جدعان؟ قبل ما يخلص الكلمة كان القلم نازل على وشه. منصور قال لها ده مش قلم حكومة، ده قلم عصابات. بدأ يخرج من احدى الغرف حسن وهو لابس القناع وقرب من القفص، وبدأ كل اللي في القفص يبصوا له بخوف ويبصوا لبعض ويقولوا العفريت العفريت. حسن بقى على مسافة قريبة من القفص وبدأ في الكلام وقال انا مش قلت ممنوع المخدرات في البير؟ مش حذرت المعلمين بتوعكم؟ واحد من اللي في القفص قال والله يا معلم ما كنا نعرف، هما قالوا انها حركة من الحكومة، ما نعرفش ان هو انت يا معلم. والله يا معلم هنعمل كل اللي تأمر بيه. حسن قال اي غلط في العالم بتاعي مش بسامح، انا جاي اعلمكم الادب يا روح امك انت وهو.
رد منصور وقال واحنا اتعلمنا يا معلم. حسن قال انتم خلاص اتحكم عليكم عشان تكونوا عبرة للمعلمين بتوعكوا، اللي هيحصل لكم على جهنم. بس انا هسيب واحد منكم، هسأل سؤال، السؤال دوت فيه مفاتيح كتير ممكن تقتلك، واهم نقطة في السؤال ده لسانك، اللي لو حركته يوديك جهنم، واللي هيجاوب عليه هيطلع لفوق، واللي مش هيجاوب هينزل يمشي على الارض عادي ويكون شاهد. السؤال بيقول جهنم مكانها فين؟ كله قال في السماء ما عدا منصور اللي ما اتكلمش. حسن قال كلكم صح، وانت منصور بما انك ما جاوبتش يبقى تمشي على الارض. بدأ كله واقفين في الفرحة والضحك الهستيري. حسن قال خرجوا منصور، منصور خرج وباب القفص اتقفل، وحسن قال كله يلبس الاقنعة، وكله لبس اقنعة الغاز حتى منصور لبسوه قناعة، وحسن سحب قنبلة دخان وفتح القنبلة اللي بدأ يصدر منها دخان احمر، وفتح فتحة في القفص ورمى القنبلة جواه، وبدأ الاشخاص اللي في القفص يتخانقوا جامد، واصبحت الرؤية منعدمة، وبدأ صوت صراخهم يعلى، ومنصور بدأ يرتبك ويخاف من شدة الصرخات اللي كانت بتهز المكان من شدتها وكأنهم بيتحرقوا، وبدأت الاصوات تتعدم، وحسن قال شغلوا المراوح. بدأت المراوح جوه القفص تشتغل وتسحب الدخان لبره، وبدأت الرؤية توضح. منصور قلع القناع وبدأ يشوف جلد الناس اللي جوه، الجلد واقع على الارض، اجسامهم متشرحه بالكامل، والجثث فوق بعضيها وكان باين عليها اثار المقاومه. حسن بص المنصور اللي كان جسمه كله بترعش وقال انت الوحيد اللي كنت فايق فيهم. منصور قال ما هو معلم، لما قلت لسانك لو حركته يديك جهنم عرفت اني مش لازم اجاوب على سؤالك، وان اللي هجاوب هيطلع فوق، معنى كده ان اللي هيجاوب هيتقتل، واللي مش هيجاوب هيمشي على الارض ويكون شاهد، ومعنى الجمله دي اني لو ما جاوبتش همشي من هنا وهكون شاهد على اللي حصل ووصله للناس اللي في البير. حسن قال له واضح انك شخص ذكي، عشان كده انا عايزك في موضوع كبير قوي، وكمان هديك فلوس كتير، وسامحني على الفلوس اللي خدتها منكم، بس متقلقش هعوضك. في الوقت ده اتجهت اسماء لبيت قارئة الفنجان حسيبة. دخلت عندها اسماء قالت هنعمل ايه دلوقتي، حسيبة قالت هاتي الصورة، اسماء اديتها لها، وحسيبة قالت عايزاكي هادية تعالي معايا. حسيبة فتحت باب اوضة فاضية من كل محتوياتها، واسماء بصت تحت رجليها لقت نجمة جواها دايرة بطول وعرض الأوضة. حسيبة قالت ما تخافيش ادخلي. اسماء دخلت، وحسيبة قالت خلي بالك من الشموع اللي تحت رجلك. حسيبة قفلت الأوضة ولقت الشمعة وقالت هنحاول، وقفت في نص النجمة، مسكت عروسة صغيرة ورمتها في ناحية والصورة بتاعت حسن في ناحية، فتحت ومسكت الورقة وقعدت في الأرض، وشاورت لأسماء تقعد هي كمان على الأرض. بدأت حسيبة تقول أقسمت عليكم أيتها الأرواح العجمية، إذا كنتم في السماء فأنزلوا، وإذا كنتم في الأرض فاصعدوا، وآتوني مسلمين مسرعين طائعين. بدأت تقول كلام في سرها، لكن مفيش حاجة حصلت أو أي شيء ملفت. أسماء قالت إيه؟ مفيش حاجة حصلت. حسيبة قالت هحاول تاني، وفعلا بدأت المحاولة من جديد، وقالت الطلاسم ونصوص الاستدعاء والتواصل مع أصفاد، ولكن المرة التانية فشلت برضو. أسماء قالت للأسف بنضيع وقت، قربت من الباب وفتحته، وهنا كانت الصدمة لأسماء وحسيبة، الباب وراه صحراء وكأن العالم اتبدل. أسماء بصت لحسيبة وقالت احنا فين؟ حسيبة بارتباك قالت احنا في أرضه. أسماء قالت أرض مين؟ حسيبة قالت هنعرف دلوقتي. مسكت حسيبة إيد أسماء وبدأت تطلع، وحطوا رجلهم بره الباب وبدأ يمشي خطوتين. أسماء بصت وراها ما لقيتش الباب اللي خرجت منه، بصت لحسيبة قالت لها الباب فين؟ حسيبة قالت بهدوء العالم دام ما فيهوش أبواب. أسماء دققت النظر قالت إيه اللي هناك ده؟ بصت حسيبة وبصدمة قالت عاصفة رملية، وعلى مسافة بعيدة عاصفة رملية جاية بسرعة شديدة عليهم. حسيبة قالت اجري يا أسماء، وبدأ الاتنين يجروا بسرعة في الصحراء الخالية، ولكن العاصفة وكأنها بتجري وراهم. العاصفة كانت أسرع وغطتهم، وبدأت الرؤية تنعدم لدرجة إن الشال اللي على دماغ أسماء طار. حسيبة قالت ما تسيبيش إيدي، بدأت العاصفة وكأنها بتسحبهم وهم بيحاولوا المقاومة، وبدأت أسماء تمسك جامد في إيد حسيبة، والسحب كان مستمر، وفجأة كل شيء توقف. اسماء قالت وهي مغمضه عينيها حسيبه. اسماء بدات تحس ان ايد حسيبه خشنه جدا زي الحجر. فتحت عينيها اسماء وبهدوء بدات الدنيا توضح. اسماء في مكان اخضر مليان زرع واشجار. بصيت على حسيبه لثواني وبدات
نظرتها تكون كلها رعب، لان حسيبة كانت عبارة عن تمثال حجري. اسماء قالت حسيبة، ركت اسماء خطوتين لورا وسمعت صوت بيقول لها حسيبة انتهت. اسماء بصت وراها لقيت شخص واقف. ايوه هو اصفاد. اسماء قالت انت مين؟ قال لها انا اصفاد الشخص اللي بتدور عليه، وهو برضه بيدور عليكم. اخيرا لقيت قلب حسن نقطة ضعفه. اسماء قالت انت اللي مسيطر على حسن، انت شيطان. اصفاد قال انا ما اجبرتهوش، انا خيرته ما بيني وبين الفقر واختارني زي بالظبط اجدادكم الاولين والاخرين. رغم معرفتكم ورغم رسالته ليكم ورغم تحذيره المتكرر وردوا على قول وعزتك لاغوينهم اجمعين، وردوا عليه وقال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وصف لهم النار وقال لها سبع ابواب، ورغم كل ده مفيش فايدة في اولاد ادم. اسماء قالت ما انت خلاص عملت اللي انت عايزه، واخويته وقلبه تحول من ابيض لاسود. اسماء سكتت شوية وبرقت عينيها بغضب شديد وقالت حسن روحه مش ملكك. اصفاد بص اسماء بنفس نظرتها واشد كمان وقال لاخوانكم اجمعين، وبدأ الزرع اللي حواليهم يدبل، وبدأت تقوم عاصفة في المكان، والشجر يتقلع من جذوره، والارض بدأت تتحول لرمل. اسماء بصت على حسيبة اللي بدأت تتحول لرماد، واسماء حطت ايديها على وشها من شدة العاصفة. ما كانتش شايفة اي حاجة، كانت الرؤية منعدمة، كل اللي كانت سمعها صوت اصفاد اللي بيتوعد لها وصوت العاصفة المخيفة. وفجأة كل شيء توقف تماما والاصوات وقفت، وبدأ الجو يتغير. اسماء فتحت عينيها لقيت نفسها وسط دايرة، والشموع لسه زي ما هي، وحسيبة مرمية جنبها مفتحة عينيها مش بتتحرك. اسماء بدأت تحاول تفوقها لكن مفيش فايدة، عينيها مفتوحة ولكنها بتنفس عادي جدا. اسماء في الحال طلبت الاسعاف. على الجانب الاخر وصل منصور الجميل وهو مخدود وعلامات الخوف على وشه. قبل ما يتكلم جميل مسكه من القميص وقال ايه كلكم عملتوا ثورة، كله مشي من مكانه، فين العيال اللي بتبيع، فين العيال اللي معاك؟ منصور قال لي يا معلم في مصيبة حصلت. جميل قال له في ايه اللي حصل؟ منصور قال له العفريت لما كل الديلرز اللي موجودين وقتلهم بغاز ودخان، وقتلهم قدامي وقال اللي هيبيع هيقتله. يا معلم انا شفت اللي محدش يستحمله، الناس من القنبلة اللي حدفها جلدهم كان بيقع وربنا. جميل قال يعني ايه؟ يعني العفريت ده هيوقف حالنا كمان وهيقتلنا؟ منصور قال لازم نعمل له كمين يا معلم، هو قال اللي هيبيع هيقتله. جميل قال قصدك ايه يعني؟ قال له يعني نحط له طعم، نوقف ديلر تاني وتكون رجالتك موجودة، واول ما يهجم هنصد احنا ونجيبه. جميل صرح شوية وقال والله بتفكر هذا منصور، حضر الرجالة. منصور بص وراه. جميل قال له انت الطعم اللي هنحطه. منصور سكت شوية وقال تحت امرك يا معلم. الساعة 12 منتصف الليل، وقف منصور في مكانه فعلا ومعاه البضاعة، وبدأ بعض الزباين يتوافدوا عليه. في الوقت دوت كان عبد الله وثلاثة من رجالته في احدى البيوت القريبة من الموقع، وبدأ باقي الرجالة يتوزعوا على باقي البيوت. منصور كان بيتلفت حواليه والكل منتظر ظهور العفريت، وعبد الله بدأ يبص من الشباك على الوضع لكن مفيش جديد. فجأة عبد الله لقى حبل نازل من فوق، وفجأة نزل شخص على الحبل وبكل قوة ضرب الشباك برجله، كسر الإزاز وعدى رجله وضرب عبد الله. فجأة باب الشقة اتكسر ودخل خمس رجالة شايلين سكين، جريوا على الثلاث أشخاص اللي مع عبد الله. واحد من الثلاثة لسه هيرفع فرد الخرطوش من الخضة فلت من إيده وقع، وكانت ردة فعل واحد من الخمسة صعبة جدا، ضربوا بالسكينة سبع طعنات في جنبه قتله، وكانت مصير باقي الرجالة نفس مصير الشخص ده، من 10 ل 8 طعنات لكل واحد. عبد الله رفع مسدسه ووجهه للمسلحين وقال ارجعوا محدش يقرب. خرج من وسط المسلحين حسن او العفريت، خرج وهو لابس قناع. عبد الله بص له وقال انت بقى العفريت اللي بيقولوا عليه؟ جيت للموت برجلك. حسن قال لا، الموت جاي لك يا عبد الله، انا اللي جايبك هنا، انت ميت يا عبد الله. عبد الله قال له يبقى الفتحة يروح العفريت. ضغط على الزناد وثواني من الصمت، حسن خد الطلقة وقع على الارض، وبدأت رجالة حسن ترجع لورا وتسيب المكان. عبد الله ضحك بسخرية وقال العفريت هو ده العفريت اللي الناس خايفة منه. قرب من حسن ولسه هيشيل عنه القناع، وفجأة حسن مسك ايد عبد الله وبيده التانية وجه ضربة في وشه وقع على الارض. في لحظات حسن سحب السيف الحاد وغرزه في رجل عبد الله. عبد الله رجع على الارض وبدأ يصرخ.
حسن قال محدش هينقذك من رجالتك اللي متفرقين على الاسطح لان كلهم ماتوا. الحساب ده بيني وبينك انا، عشان عارف انك غدار لبست واقي للرصاص. لو كنت عارف انك غدار من الاول كنت لبست اخويا واقي برضو. عبدالله قاله مين؟ انت مين؟ حسن قال على القناع، وعبدالله قال بارتباك حسن انت ميت. ضحك حسن وقال انا الموت يا عبدو. فجأة حسن غرز السيف في بطن عبدالله وسحبه. عبدالله حط ايده على الجرح في الوقت اللي رفع فيه حسن السيف ونزع على رقبة عبدالله قطعها. دم غرق الشقة. المنطقة التاني مرة تحصل فيها ابادة جماعية مخيفة. في الوقت اللي ما كانش حد اكتشف فيه المجزرة، قرب من بيت جميل واحد من رجالته في ايده شنطة قماش بتنقط دم. الراجل ده ماشي وكأنه سكران ومصدوم ووشه كله كدمات ودم ودموع نازلة من عينه وسط الدم. رجال الجميل بيبصوله باستغراب وخوف. خبط على باب جميل، الخدامة فتحت ومن شدة المنظر صوتت. جميل قام جرى بص في عين الراجل قبل ما لسانه ينطق اي كلمة. كانت الرصاصة من على مسافة بعيدة اخترقت راسه، وقع على جميل ميت. كل رجالة جميل نزلوا على الارض من صوت ضرب النار، وجميل بص على الشنطة اللي وقعت من ايد القتيل لقى راس عبدالله خارجة منها. ما كانش بينطق. اسماء خرجت وشافت المنظر هي وزينب. اسماء ما كانتش بتنطق زي ابوها، وزينب بدأت في الصراخ الهستيري. جميل قرب من راس ابنه وبص عليه ودموعه نزلت اخيرا وقال عملنا ايه؟ عملنا ايه عشان تعمل فينا كده؟ بدأ صوت جميل يعلى وهو بيكرر الكلمة وبيلطم على وشه وعمال يقول عملنا ايه عملنا ايه. جا راجل تاني من رجالة جميل وقال بصوت عالي اتغدر بينا يا معلم جميل، اتغدر بينا، عملوا لنا كمين يا معلم، الرجالة كلها ماتت. جميل قال هاتولي منصور من تحت الأرض حتى لو هتحرق البير كله. على الجانب الآخر، نقطة تمركز العفريت. الله ينور الرجالة عليكم، عملتوا المطلوب منكم والزيادة. قربنا نوصل للراس الكبيرة، خطوات بسيطة هتفصلنا عنه. الخطة الجاية هي الخطة الأخيرة، الجولة الحاسمة، موت الملك. عمرو عايزك تصنع لي قنبلة شديدة الانفجار. عمرو قال أوامرك كبير. حسن قال عايز كل الرجالة تلبس أقنعة، عايزكم كلكم عفاريت، عايز حفلة ختام. على الجانب الآخر، جمال الجزار اتصل بجميل، وجميل ما كانش بيرد على الموبايل أو تقدر تقول ما كانش سامع حاجة. اضطر جمال يجي بنفسه لحد باب بيت جميل، ودخل جمال وشاف حالة جميل اللي كانت صعبة على الآخر، وجمال قال له البقاء لله. جميل قال مش هاخد عزاء لحد ما اجيب اللي قتله. جمال قال وانا جاي اجيب لك اللي قتله. جميل قال وانت بتضحك على نفسك يا جمال، احنا بنجري ورا عفريت ما بيتشافش. جمال قال وانا بقى حضر لك العفريت وامشي زي ما هقول لك المره دي. جميل قال وانا معاك. اتصل بكل المعلمين تجار السلاح والمخدرات وبلغهم ان في اجتماع في منطقه النازله في بيتك اللي هناك، وسيب لي الباقي. على الجانب الاخر، اسماء راحت للمستشفى الحسيبه. دخلت العنبر اللي فيه حسيبه لقت السرير فاضي. ندهت الممرضه وقالت لها فين الست اللي كانت هنا. الممرضه قلبت وشها وقالت انت قربتها؟ اسماء قالت اه. الممرضه قالت البقاء لله. اسماء قالت ماتت ازاي؟ الممرضه قالت دي بهدلت العنبر قبل ما تموت. كانت بتصحى تقعد تقول الطاووس في الاوضه الطاووس في الاوضه، كانت بتشوف طاووس وترمي نفسها من على السرير. فضلت على الحال ده لحد ما ادانا لها مهدئات، لكن بعد ما هديت قلبها وقف فجاه وماتت. اسماء قالت وهي سرحانة الطاووس والشيطان. مشيت اسماء وهي في حالة من الصدمة. الممرضة قالت طب يا انسة استني علشان اجراءات استلام الجثمان. اسماء تقريبا ما كانتش سامعة وكانت ماشية زي التايهة. وصلت اسماء البيت لقيت ابوها نازل. قالت له انت رايح فين؟ قال لها ملكيش دعوة. قالت لو رحت هيموتك. قال لها انا بخافش من الموت. قالت وهو كمان ما بيخافش، عدم خوفك من الموت مش هيأثر عليه. صحيته وحش كان نايم من زمان. قال لها تقصدي ايه؟ قالت شوف عملت ايه في حياتك عشان يحصل فينا كده. قال لها عملت ايه؟ انا عملت كتير، انا حميتكم من الشارع وحطيتكم تحت جناحي. اسماء قالت بالحرام يابا بالحرام، وادي اخرتها. عبدالله مات، والله اعلم مين تاني هيموت. جميل قال لما اموت هتعرفي الحقيقه، هتعرفي اني كنت حايش عنكم كتير. ابعدي عني يا اسماء سلام. زينب خرجت تجري وقالت رجلي على رجلك ابويا مش هتروح من غيري. جميل قال خش جوه يا زينب. زينب قالت وراح مات عبد الله، ما رجع البيت انا جايه معاك، عارفه انكم عاملين كمين للعفريت، ابوس ايدك عايز اشوفه وهو بيموت قدامي. في الوقت ده جمال الجزار جات له مكالمه من شخص مجهول،
جمال قال الخطة هتمشي زي ما خططت لها رئيس الفيران، كلها تدخل المصيدة النهاردة. كل معلمين البير بقوا كروت محروقة، هنحط لهم مصيدة للعفريت والعفريت هيجي يخلص عليه، هنقوم احنا ضربين فيهم كلهم. تجار سلاح على مخدرات على واحد سفاح ومجنون، وكنا بنصفيهم وبنقوم بواجبنا، محدش هيشك في حاجة، والترقية بإذن الله هتكون مستنياني. وكده كده جميل واللي معاه هيبتهم راحت، والعفريت علم عليهم وقف السوق بتاع المخدرات، وأي حد بيبيع بيقطع له إيده، والمعلمين مش عارفين يتحركوا وخايفين بقى ومستخبين في بيوتهم. يبقى نخلص، رد شخص المجهول وقال أهم حاجة ما تسيبش دليل وراك. جميل قال عيب يا ريس، كل حاجة مترتبة يعني. في الوقت ده وصل جميل للنازلة، أما أسماء جريت على المصنع ووصلت لكنها ما لقتش حد هناك، وكان من الواضح إن حسن اتحرك ناحية النازلة مكان التجمع. أما عن التجمع، اتجمع جميل والتجار في البيت على ترابيزة وقاعدة. واحد من التجار قال انت اجتمعت بينا ليه يا معلم جميل؟ جميل قال عشان اشوف حل في المصيبة اللي احنا فيها، حالنا واقف وبقينا شغالين برا المنطقة وإيراد قل. واحد من التجار قال ما هو بسبب العفريت الله يخرب بيت امه. جميل قال ما هو جاي دلوقتي، جاي في السكة. التجار كلهم زي ما تكون صاعقة صابتهم، وفجأة صوت جا من الأوضة بيقول تأخرت عليكم يا معلمين. خرج حسن من الأوضة وفي إيده سلاح آلي، وفجأة كل اللي قاعدين قاموا من على الكراسي. حسن قال كله يقعد مكانه. حسن قال انتوا وحياة أمك ما تطلع على رجلك سليم، ما تورينا نفسك يا راجل، مخبي وشك ليه؟ خايف؟ بص لزينب قال لها أصل ريحة شراب أبوكي منتنة زيه، وحياة أبوكي اللي معرفش بقى انتي بنته ولا بنت واحد تاني ولا لكون قطعلك لسانك وبلعهولك. زينب لسه هتقرب من حسن، جميل قال لها زينب استني سيبيه يتكلم. التجار قالوا انت عامل لنا كمين يا معلم؟ انت عارف انه جاي؟ جميل قال اه عارف ان في ناس من رجالتي بتنقلوا الاخبار، وهم اللي قالوا له ان انا جاي هنا، لكن هو بغبائه ما يعرفش اني عامل له كمين. حسن قال انت فاكر اني خايف اتمسك او اموت؟ لا يا حاج جميل، انا ماليش عداوه مع الناس دي، انا مشكلتي معاك انت، انا عايش عشان اقتلك. رفع السلاح في وش جميل وبايده التانية شال القناع، كله بص واتصاب بصدمة. جميل قال انت مش ميت؟ قال انا فعلا ميت بعد ما قتلت اخويا، كان نفسي اشوف الكسر اللي في عينك من زمان، واديني شفته بعد ما قتلت ابنك وبعت لك رقبته. حسن شد اجزاء السلاح، وفجأة اسماء دخلت من الباب وقالت لا يا حسن بلاش ابويا، بلاش ابويا واختي. حسن الشيطان مسيطر على دماغك، والله كلمت شيطانك اصفاد. ايوه اصفاد، قال انه هياخدك جهنم معاه. طلع الشيطان من جواك يا حسن، انت انسان كويس. حسن نزل السلاح وقال اصفاد. اسماء قالت قتل حسيبة عشان حاولت تمنعه عنك، ظهرها على شكل طاووس. عارف الطاووس حكايته ايه مع الشيطان؟ كفايه دم يا حسن، كفايه كفايه اللي ماتوا. اسماء قربت منه وقالت والدموع في عينيها انا بحبك يا حسن، والله بحبك، وعارفه ان ابويا غلطان، بس ده القدر، بس القدر لو حاول مليون مره يبعدني عنك انا مش هسيبك، افضل جنبك لحد اخر يوم في عمري، بس بلاش تقتلهم. حسن بص في عيون اسماء اللي كانت كلها صدق، حط سلاحه على الارض وحضن اسماء. اسماء ضمته لحضنها، وفجأة بدأ ضرب النار المباشر من البيوت المجاورة ناحية البيت. عناصر من القوات الخاصة بدأت تضرب وابل من الرصاص ناحية البيت، وبدأ الرصاص يعدي من الشبابيك ويخترق اجساد كل اللي في البيت. زينب اتصابت بسبع رصاصات في اماكن متفرقة، وجميل طلق في راسه، وباقي التجار الرصاص اخترق اجسادهم. اما حسن بص في عيون اسماء اللي كانت سعيدة وكلها دموع، لما شال ايده من على ظهرها لقى دم. اسماء صدت الرصاص عن حسن ووقعت على الارض، وقعت من ايد حسن. حسن نزل على الارض وايده بتترعش. الاسماء لا يا اسماء، لا انت قلت مش هتسيبيني. اسماء 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 بصت له وقالت دموعي مش دموع وجع يا حسن، دموعي دموع فراق. ابعد عنه يا حسن، ابعد عنه، متمسحش دموعي لما اموت. حسن حضن اسماء وقال مش هتموتي يا اسماء، يا اسماء مش هتموتي. ماتت أسماء، ماتت على إيد حسن.
استمر الضرب من فرقة القوات الخاصة وبدأ الاقتحام، لكن قبل ما الفرقة تبدأ الاقتحام كان نزل عليهم من فوق الأسطح مطرة من طلقات مجموعة حسن، وبدأت المجموعة تدخل من على الأسطح وتنط على البيت عشان يسحبوا حسن. حسن فك الحزام اللي فيه القنابل الدخانية وفتح القنابل كلها وبدأ يرميها من فوق القنابل. فجأة عملت سحابة من الدخان وبدأت القوات تشمها، مش بس القوات، عدد من السكان شموا الدخان وجميع أفراد القوات وقعوا على الأرض، وعدد من السكان بدأوا يتخنقوا ويقعوا وجلدهم يقع وأجسادهم تتشرح. حسن غطى أسماء وبدأ ينسحب مع المجموعة وساب وراء عدد هائل من الجثث المترمية في الشارع والبيوت، غير إن عائلة جميل بالكامل ماتوا. بعد انسحب المجموعة بالكامل كانت علامات الهزيمة واضحة على وشهم بعد ما اتقبض على بعض العناصر منهم وموت البعض في الاشتباك مع القوات الخاصة. أما بالنسبة لحسن كانت ملامح وشه صعب على أي حد يعرف هو حزين ولا غضبان ولا مركز في شيء شاغل باله. محدش كان بيتكلم خالص لحد ما فارس قرب منه وحط ايده على كتفه وقال ده قدرها يا حسن. حسن خرج عن الموضوع وبص لعمر وقال لي ايه اخبار القنبله اللي شغال عليها. عمرو قال على وشك اني اخلصها، بس انت ناوي تعمل ايه يا صاحبي؟ حسن قال تمام، لما تخلصها بلغني، انا رايح البير ومش هتسمع اي اعتراضات من حد. بدا حسن يتنكر وراح البير في وسط التواجد الامني المكثف من الشرطه، في الوقت اللي بدأت الصحف في المواقع تنشر خبر القبض على الخلايا الإرهابية وقتل عدد منهم ومن تجار المخدرات والسلاح المتحالفين معاهم، وتم نشر صورة جمال الجزار كبطل للحكاية. حسن وصل البيت ودخل شقة جده ومسك الورق اللي مرسوم عليه لغات غريبة وبدأ يقطعه وقال انت فين؟ اظهر، انت فين يا أصفاد؟ اللي بينا خلص، انت خسرتني كل حاجة، انت فين؟ رد عليا. حسن بدأ يبص وراه وفجأة سمع صوت خربشة على باب الشقة، قرب الباب وفتحه لقى نفسه قدام أرض ميتة، ناس كتير مرمية فيها وكأنها ميتة في منتصف الأرض، جبل كبير في نهاية الجبل شيء مضيء. حسن بدأ يتقدم جوه الأرض وقال اظهر يا أصفاد، عايز أتكلم معاك، اظهر. بقت السماء يخرج منها أصوات ناس وكأنها بتعذب، وحسن فضل يجري في الأرض ناحية الجبل وبدأ يطلع الجبل بسرعة ويعافر في الطلوع لحد ما قرب من القمة، وهنا بدأ يشوف أصفاد قاعد على عرش وجنبه طاووس. أصفاد قال العقد مستمر يا حسن، شايف كل المترمين على الأرض دول أموات مش ورايا، أروحهم في السماء بتعذب، أنا ما أجبرتكش تتعاقد معايا، أنت أيامك بقت معدودة وأنا اللي كسبت الحرب. حسن قال أنت فعلا كسبت وضيعت مني كل حاجة، لكن أنا برضو هخسرك. حسن لف وشه وقف على حافة الجبل. أصفاد قام من مكانه وقال هتعمل ايه؟ حسن قال للإنسان ما بيموتش في الحلم. حسن جرى ورمى نفسه من فوق وسمع أصفاد وبيقول لا. حسن لمس الأرض وفتح عينه لقى نفسه قدام الباب، فتح الباب وطلع على السلم، وصل للسطح مسك كل الزرع وبدأ يرميه على الأرض ويجمعه في حتة واحدة وولع الولاعة، وكان سمع أصفاد وهو بيقول ما تعملهاش يا حسن، احنا ما بينا اتفاق يا حسن. لبس غطى على وشه ورمى الولاعة وولع في الزرع، النار مسكت فيه وبدأ يولع ويتحول لرماد. حسن نزل ورجع المصنع تاني لكن وشه كان مخطوف، ولأول مرة حسن يبان عليه علامات الخوف والرعب. عمرو قال القنبلة جاهزة يا حسن، لكن أنا هطلب منك طلب، تستعملهاش غلط يا صاحبي. حسن سرح وقال لا، أنا هستعملها صح، الصح قوي كمان، أنا عايز المذيعة اللي اسمها بسمة وعايز مراقبة على جمال الجزار خلال اليومين دول، أصل أنا محضرت المفاجأة. حسن سحب القناع والمسدس وبدأ يتوجه مرة تانية للبير وتحديدا بيت جميل اللي اتحول لوكر تعاطي بعد ما العائلة بالكامل اتصفت في العملية الأخيرة. حسن وقف بالعربية قصاد البيت ونزل وهو لابس القناع، وكان رد فعل المتعاطين أول ما شافوا العفريت كله جرى. بدأ يتقدم حسن وكسر الباب ودخل، وحسن راح بناء على كلمة قالتها له زمان أسماء، أبويا حريص جدا ومش بيأمن لحد، عشان كده عنده أوضة في البيت فيها دلائل تدين كل اللي شغال معاهم. وفعلا حسن بدأ يفتش عن الدلائل وعن الأوضة لحد ما لقاها، فتحها ودخل لها أوضة كلها أوراق، قعد يقلب في الأوراق لقى مستندات وأوراق مليانة بلاوي لناس تقيلة في البلد غير جمال. حط الورق ده كله على جنب لحد ما وصل لتسجيلات وفيديوهات لجمال الجزار، وفيديوهات وهو بيتفق مع تجار سلاح ومخدرات، وفيديوهات وهو بيصفي ناس عملوا محاضر لناس تقيلة في البلد، وأوراق بتثبت انه لفق لناس قضايا ملهاش ذنب. حسن رجع وخرج من البيت، لكن وهو خارج صدفته صور الأسماء متعلقة،
وقف قدام الصورة وأخذ نفس طويل. بدأ الجانب الإنساني من حسن يظهر. كان بيقول: كان نفسي نتجوز يا أسماء، كان نفسي أعيش معاكي ونجيب عيالي يملوا البيت، كان نفسي أبوك يحبني، كان نفسي أخوك يكون جنبي. حسن ركع على الأرض وقال: أنا وحيد يا أسماء دلوقتي، حاسس إني مش حاسس بنفسي، أنا حاسس بشخص تاني بيتحكم فيا، بقاش في حاجة أبقى عليها، بقاش في حاجة أعيش عشانها، كنت أنت الأمل الوحيد اللي عايش عليه بعد موت أخويا، لكن دلوقتي أنت كمان روحتي وسبتيني. قريب هتجيلك أنت وعادل، قريب هنكون مع بعض يا أسماء. حسن قام من على الأرض وبدأ يسيب المكان ويتوجه للمصنع. وفي الوقت ده وصلت العربية اللي كانت جايبين فيها بسمة. شالوا الغطا الأسود من على وشها. قعدت تبص حواليها، لقيت كل اللي حواليها مقنعين، ومن وسطهم خرج حسن. قالت له: يا بترتجف من الخوف، انت عايز مني ايه؟ انا ما اذيتكش في حاجه. قال لها: هو انا مش هاذيك يا بسمه، رغم انك اذيتيني، مقالاتك اللي بتهاجميني فيها وكلامك المستمر عني. بسمه قالت: بس انت قتلت ناس كتير بطريقه بشعه، ايه الماده اللي كنت بتستخدمها علشان تعمل في الجثه كده؟ حسن ابتسم وقال: ده ناتج عن تعاون الشيطان مع الانسان، وده مش موضوعنا. بما انك بتدوري كتير، دورتي عن اصل الناس اللي قتلتها، الموس وعبد الله فرعون وجميل ورجالته، تعرفي حاجة عن الناس دي كويس؟ تعرفي الناس دي ضرت ناس تانية قد ايه؟ بس ما قالت: وهل انت شايف نفسك في غابة؟ انت في دولة وفي قانون يجيب لك حقك. حسن قال: وكان فين القانون لما اخويا اتقتل على ايدهم في الشارع؟ ده اللي المفروض يجيب لي حقي معاهم، جمال الجزار. بس ما قالت: جمال الجزار؟ حسن قال: ما انا جايلك النهاردة وجايبك عشان الموضوع ده، وانت هتساعديني. بس ما قالت: ازاي؟ حسن قال لها: هقولك ازاي. الساعة دلوقتي 10:30 مساء، بيت جمال الجزار. البسي يا حبيبتي يلا، عايزين نحتفل بعيد ميلادك بقى. حاضر يا حبيبي، انا خلصت خلاص اهو. جريت على جمال بنته الصغيرة سارة وقالت: بابا احنا رايحين فين؟ جمال قال لها: رايحين نحتفل بعيد ميلادك انتي ومامتك. سارة قالت: ليه انا وماما؟ جمال قال: عشان انتي وماما اتولدتوا في نفس الشهر. مرات جمال قالت: انا جاهزة، يلا ننزل. جمال اخذ العربية واتحرك هو ومراته على المطعم اللي هيعمل فيه عيد الميلاد. دخل المطعم جمال، قعد هو أصحابه وأصحاب مراته. جمال فتح قائمة الطعام لكنه لقى حاجة غريبة جدا، لقى ورقة مكتوب فيها: سلم رجالة العفريت. جمال رمى الورقة على الأرض وزق الترابيزة برجله، وقام رفع مسدسه ومسك مدير المطعم ووجه المسدس ليه وقال له: مين اللي كتب الورقة دي؟ المدير في خوف شديد قال: والله ما كتبت حاجة، أنا ما أعرفش حاجة. مرات جمال مسكته وقالت له: أنت بتعمل إيه؟ جمال قال لها: سيبيني، لو ما قلتش مين هقتلك وحياة أم العفريت لقتل رجالته. فجأة تليفون جمال رن وجمال رد، وتم تبليغه ان في قنبلة في عربية قصاد الاسم التابع ليه، والقنبلة على وشك الانفجار. جمال قال لمراته: خدي سارة وارجعي البيت بسرعة. جمال جرى على عربيته وجرى على الاسم، وصل الاسم لقى حواجز حوالين الاسم وناس كتير واقفة. وجمال قرب من الضابط وقال: فين خبراء المفرقعات؟ الضابط قال: على وشك الوصول يا فندم. جمال قال: استعجلوهم بسرعة يا ابني. على الجانب الاخر في بيت جمال، مرات جمال كانت منهارة من العياط. بنتها قربت منها وقالت لها: بتعيطي ليه يا ماما؟ امها مسحت دموعها وقالت لها: مش بعيط يا حبيبتي. فجأة الباب خبط، سارة فتحت لقيت شخص واقف وايده صندوق كبير وملفوف زي الهدايا. مرات جمال قالت: مين يا سارة؟ بصت لقيت الشخص واقف، قال لها: دي هدية يا فندم لحضرتك من جمال بيه. مرات جمال بصت له شوية وقالت له: طب لو سمحت دخلها. الراجل دخلها وسابها ومشى. في الوقت ده الساعة بالظبط كانت حوالي 1:55 بالليل. على الجانب الاخر كان خبراء المفرقعات وصلوا، وبدا واحد من الخبراء يتقدم ناحيه العربيه وبدا يتفحص العربيه لحد ما وصل لمكان القنبله. الخبير بص للقنبله ورجع بص للضابط وقال: دي مش قنبله. في الوقت ده اتصلت مرات جمال بيه وقالت له: انت فاكر انك كده بتصالحني بالهديه اللي بعتها؟ جمال قال لها: هديتي. ساره بدات وامها مش واخده بالها تفتح الصندوق. مرات جمال قالت: انت بعت واحد بعت صندوق فيه هديه. فجاه ساره قالت: ماما الهديه بتعمل صوت.
مرات جمال قربت لقيت جهاز عاد تنازلي. جمال سمع في التليفون وبص في ساعته، مراته بصت للجهاز وبصت لبنتها. وصل العد الصفر في الوقت اللي كان الوقت على ساعة جمال 1:12، يعني يوم جديد، وهو يوم عيد ميلاد بنته ومراته، وكمان يوم موتهم، لأنها كانت النظرة الأخيرة بين البنت لأمها قبل ما القنبلة الحقيقية تنفجر وتهشم جزء من المبنى. جمال التليفون وقع من ايده وبدا يجري على العربيه بسرعه وجرى بيها لحد ما وصل البيت اللي كان متدمر والناس بتجري. دخل وسط الحطام، رجال المطافي بيحاولوا يمنعوه بالقوه وهو بينادي على بنته ومراته زي المجنون. في الوقت ده تم بث فيديو فيه كل فضايح جمال الجزار على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي قدم الفضايح الصحفيه بسمه. واخيرا تم الانتقام في الوقت اللي كان حسن قاعد بيتفرج على الفضيحه ورجالته حواليه. عمر قال لبسمة أدائك كان هايل وانت بتذيع الفضيحة. وفي نفس الوقت ده حسن كان مركز مع الفيديو جدا، بص لواحد من رجالته وقال رجع الفيديو دقيقة لورا. وفعلا رجع الفيديو حسن لثواني، فضل مركز مع بسمة وهي في الفيديو، وفجأة بص لسقف المصنع اللي كان ظاهر منه برج اسمه برج الأمل. حسن بعدها على طول بص لبسمة، بسمة في اللحظة دي وكأنها اتكهربت وبدأت تاخد نفسها بصعوبة. وحسن قال كله يسيب المصنع بسرعة. عمرو قال نسيب المصنع ليه يا ريس؟ حسن قال احنا اتكشفنا والحكومه في الطريق عندنا. فارس قال وانت؟ حسن قال انا دوري انتهى يا رجاله. عمرو قال له بس انت تعمل ايه؟ حسن قال له ما تخافوش يا رجاله، هنتقابل قريب، قريب جدا. فارس قرب من حسن وحضنه وقال له انا من زمان كنت عايز اصرحك بحاجه، يوم ما كنت في المستشفى سبتك لاني ما كنتش عارف اساعدك، سامحني يا صاحبي. حسن حط ايده على كتفه وقال مسامحك ما تقلقش. واحد من العربويه قال احنا مبسوطين ان احنا كنا معاك في يوم من الايام، ولو احتجتنا تاني وحصل وتقابلنا هنكون مبسوطين ان احنا نشتغل معاك تاني. حسن قال وانا مبسوط بيكم فخور. بدات رجاله حسن تنسحب، وحسن بص لبسمه وطلع مسدسه ووجهه ليها. بسمه غمضت عينيها وحسن قال تعرفي انا زهقت من القتل. ساب المسدس وقلع القناع، قعد جنبها. بس بصت له قالت بارتجاف انت عفريت؟ عفريت البير؟ حسن قال ما كانش بايدي اكون عفريت البير. قالت انت ما هربتش ليه مع انك كشفت الخطه اللي انا عملتها؟ قال لي اني تعبت من الهروب، هروب مفيش منه فايده، انا حياتي ما بقاش فيها حاجه اعيش عشانها، مش عايز اعيش على صور وذكريات، مش عايز اعيش بين حيطان كان عايش من بينها ناس سابوني، مش عايز اعيش على وردة دبلت اديتها لي بنت كنت بحبها وماتت. الذكريات ساعات بتقتل يا بسمة، وخاصة الناس الحياة فجأة خدتهم منك. بسمة بصت لحسن نظرة كلها شفقة، وكان قلبها كلامه ولمسه. واللي زاد الشعور ده دموع حسن اللي نزلت بعد ما كانت نشفت في عينه الفترة اللي فاتت كلها. وصلت الشرطة واقتحموا المكان ووجهوا الأسلحة لحسن اللي رفع ايده وهو مبتسم، وتم القبض عليه. وصد ضجة إعلامية تحت عنوان تم القبض على العفريت، والعفريت تحت يد العدالة، والعفريت ينتظر المشنقة، والعفريت وقع في كمين الصحفية بسمة. وعناوين كتيرة وتوقعات أكتر، لكن محدش يعرف الحقيقة فين. محدش يعرف ان العفريت كان عارف الكمين، محدش يعرف ان العفريت هو اللي مسلم نفسه. الوقت الحالي سجن الحفرة. قرب من الزنزانة اتنين من الحراس، واحد قال للتاني دي زنزانة العفريت، عفريت البير اخطر مجرم في تاريخ مصر، بيقولوا كان معاه شيطان بيقتل الضحايا. الحارس رد عليه وقال تعال نقرب منه نشوفه. الحارس التاني قال له بس بهدوء. والحارسين قربوا من الباب وبصوا من وراه، لقوا في اخر الزنزانه شخص دقنه طويله وبصص لهم نظره كانت مخيفه. فجاه رجعوا لورا والحارس ده قال شكله مخيف جدا، ده كمان شويه هيخرجوه يحققوا معاه مره تانية بعد ما المده الطويله دي كلها عدت. وفعلا زي ما قال الحارس، خرجوا حسن وسط حراسه مشدده ودخلوه غرفه التحقيقات وقعدوه وفي ايده ورجليه الحديد.
بعد دقايق دخل عليه راجل لابس بدلة وعلى وشه قناع. الراجل قال له: ها يا حسن، افتكرت حاجة؟ حسن سكت وقال: أمال جمال الجزار فين؟ الراجل قال له: بتسأل ليه؟ حسن قال: أصل عايز أطمن عليه. المحقق قال: بعد ما اتفضح طلعت قوة علشان تقبض عليه، لقوه ميت في شقته اللي فجرتها، قتل نفسه، ما استحملش اللي انت عملته فيه. انت عارف يا حسن حصيلة الناس اللي قتلتها دي قد ايه؟ 52 شخص. 52 شخص انت قتلتهم. عايز اعرف الغاز اللي استخدمته ده صنعته ازاي؟ حسن قال له: ده جايلي هدية من الخليج، بس غاز ريحته حلوة جدا. المحقق قال: واضح انك مش فارقة معاك خالص. طب الناس دي كلها عملت لك ايه علشان تعمل كل ده؟ حسن قال: الناس دي تفكيرها كان غريب جدا. عملوا زي الشخص اللي بيستغرب دخول الفار المصيدة او انجذاب الدبان للصاعق، وبيقولك الحيوانات اغبية جدا، تبقى عارفة الخطر ورايحين لحد عنده، مع ان الشخص ده نفس تفكيرهم. في جيبه علبة سجاير مكتوب عليها: التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، وبرضه بيشرب، مش بيفرق معاه عن الفار او الدبانة. نفس الفكرة، جميل واللي جمال الجزار وغيرهم عارفين كويس قوي ان طريقهم نهايته سد وموت، وبرضه مكملين. عارف بقى يا باشا، انا كنت المصيدة والصاعق وطريق الموت، انا كنت عقاب الاغبياء. المحقق قال: ما انت وقعت في المصيدة برضه. حسن قال: وانت فاكر اني ما كنتش عارف انكم جايين؟ انا لما اتفرجت على فيديو الفضيحة اللي قدمته بسمة لاحظت ان حركة صوابعها غريبة جدا. عدت الفيديو تاني وعرفت انها بتبعت رسالة. تحب اقولك الرسالة كانت ايه؟ الرسالة كانت: انا في مصنع قدام برج الامل. وهي لما دخلت المصنع كان في جزء من السقف متشال، الجزء ده لو بصيت منه هتلاقي برج في نهايته مكتوب الامل. وعارف بدليل ايه كمان؟ انكم ما سكتوش ولا واحد من رجالتي في المصنع، لاني هربتهم كلهم. هتنكر يا باشا ولا ايه؟ المحقق ارتبك وقال: قتلت الجزار ليه؟ حسن قال: الجزار كان ليه حساب تاني خالص. الجزار انا سبته يلعب شوية، كنت عايز اعرف دماغه ماشية ازاي. دخلت على صفحات الفيسبوك بتاعته، لقيته كاتب لمراته ان عيد ميلادها قرب وانه في يوم كذا، وهنا كانت فرصتي. لا، وكمان كان كاتب المطعم المفضل اللي بيقعد فيه، وكان منزل صورة من عيد ميلاد مراته اللي فات في المطعم ده. فتلقائي ان الباشا الله يرحمه هيعمل عيد ميلاد السنة دي بنسبة كبيرة في نفس المطعم، وفعلا زي ما توقعت. من خلال مراقبتي ليه كنت دايما بشوف ان عادته المفضلة بتكون في الكرسي اللي في نص الترابيزة، عشان كده كان لازم اشتته واحط له الرسالة في القائمة بتاعت الطعام اللي محطوطة قدامه، بما اني عارف مكان الكرسي بتاعه. اما الخطوة التانية كان لازم اخدعه وافرقه عن مراته، لاني عارف ان الباشا بيحب شغله قوي. حطيت عربية مسروقة قدام الاسم وفيها قنبلة صوت، وهنا بلع الطعم وساب مراته. كان انسب وقت اني ابعت لها الهدية، كان لازم تقتنع ان الهدية من جمال لانه بوظ عيد ميلادها، وكنت حاسبها بالملي، 1:12 بالظبط. كان هيبقى يوم جديد، وهو الموافق عيد ميلاد مراته، وهو هو كان توقيت انفجار القنبلة. المحقق قال: لا بس دماغك حلوة يا حسن، بس بعد كل ده تفتكر انك ممكن تخرج من هنا بعد كل التعب ده والانفجارات والاكشن؟ حسن ضحك وقال بصوت عالي: انا ممكن اخرج يا ريس، ما انا عفريت. حسن حط عينه في الارض وفجأة رفعها وبص للمحقق اللي رجع خطوتين لورا من شدة احمرار عيون حسن المخيفة، ونطق حسن وقال بصوت شبه منبوح: انا لسه على العهد يا باشا. النهاية.